FM. الكلمة ليك. ظروف المباشر. اهلا وسهلا بكم. اليوم 29 ماي 2018، انتم على كابا فام. هذا البرنامج هذه ظروف المباشر، معايا بطبيعة الفريق عبد الجليل السمراني، امير بوكا، عبير ذويب، بطبيعة في الاخراج اشرف، واسامة في التصوير. انتم تنجموا تسمعونا على 91 95 95 2 105 6، وطبعا عبر الهاتف 72 279 188. يلا مرحبا بكم، اهلا وسهلا بكم. ميكرو اتاك بتبيع البارح قداش في رمضان؟ البارح عملنا عبد الجليل البارح 12 في رمضان. في صافي صح في صافي ساعة عدى. يا ربي يا ربي، انت نص نهار الخميس محلاه آه يا اشرف. في صافي ساعة عدى، ما قلقتش معنا انت يا ما قلقتش. قاد الرحلة طبعا اشرف في الاخراج. يلا يلا عبير، مرحبا. كيفاش تعداو الايامات هذه من الكل، من رمضان الكريم؟ نرحبوا من الناس اللي يسمعوا فينا الكل، نقول لكم على السلامه، مرحبا بكم. ان شاء الله باش تعدوا معنا كي العاده، وقيت مزيان برشا، ونكونوا خفيف هكا وننسوكم. في نعرفوا اليوم نهار سخون برشا، اما عبير زدت ضعفت. اللي تعيش ازمه هي ضعيفه يا خويا، الرجيم نحيه عامل فيها الصين كان رجيم يا عبير. سي عبد الرزاق اش مسميها انت؟ انت تبارك الله مزيانه عينيك، ما نعرفش خضر زرق والله ما فهمتش عينيك بالحق. عادي التصوير، خلي يشوفوا على السيت بتاعنا راديو كاب، خلي يشوفوا عبير كان تفهموا عينيه صفراء زرقاء خضراء كحله شهل. والله خاص انت اختصاص جمال وما نجمتش تحدث. إيه الجمال بالحق اختصاصي معناتها. هسه ما نجمتش نفهم عبير. عبير اعطينا لون عينيك. كستائيتين تسمى. عسليه. عسليه تسمى. ما همش عسليه معناتها. يعطيو على الكحل العسليه، يعطيو على الاصفر. الرفاه خضرا صفر. خضرا صفر. العينين نخضر والخدود صفر. عملوا مسابقه. اما برافو العبير اللي هي بالحق مناضله في البرنامج هذا. نحن نروحوا ونمشيو، ولكن هي في الليل تخدم وصباح تخدم باش تحضر لنا الاجواء هذية بما فيها من اركان وضيوف، بالطبيعه مع القائد الثاني ايضا عبد الجليل السمراني اللي هو بتوصياته وباشرافه زاد ايضا يعاون برشا، وديما يتعارك هو عبير بالطبيعه، العركه ذاك ديما موجود. هو راه عبير في بيت الحاجه. عبير تتنرفز تحب تخرج. عبير وعبد الجليل يجي يشكي لي منها حاصيله، وعبير تجي تشكي لي، وانا الريض عبير الريض عبد الجليل. اسمعني مع عبد الرزاق عبير 7 سنين أكثر. على الفيل 10 10 10. شوف ما ثماش جمعه ما نتعاركوش مرتين ثلاثه. تما مره قال لي يا اخي شبينا ما تعاركناش، ايش نتعاركوا يا اخي؟ جات تعارك تذكر خميس العريزي معنا واحد يكتب قضيه بتاع ذهب بلا سوقي، الحاس يكتب 18 صفحه 18 ورقه كيما هكا اللي نتعب انا نجي نبالي يقول اكتب لي في ورقتي نكاو ولا الجمعه الجايه يجيب لك 18 ورقه 18 ولا ديريكت يقول له عدي العبزي. اما توحشتوا انا خميس عندي برشا ما ريتوش. على كل يلا كنا فريق في جريده الاضواء، واليوم فريق في هذه ظروف المباشر. رزيق امير يحب بالطبيعه. السلام عليكم، مرحبا بالطبيعه، نرحب بكم الناس الكل، ونرحب كذلك بالساده المستمعين اللي يسمعوا فينا عشان نعديوا بالطبيعه شويه مزيانه برشا. امير كاني سمعت صوتك قبل. كاني هكا في اللفايات تحت الجريده هيك في الطرايح هذاك صوتك. جيبوا لينا يا ودي امير مازال صغير. خاطر سكنا في اللفايات بالحق. في اللفايات ما ترانيش انا في اللفايات. في اللفايات. ما نحبش نقول على القهوه لهنا على خاطر بيب من بعد. اي نقعد هذيك قهوه شعبيه ولا. قهوه شعبيه. نعمل قهوتي الصباح. في قهوة شعبية في تونس هذيك القهوة نحبها برشا. لا ماهيش بيب، هي قهوة المدينة ما تسحقش بيب. قهوة شعبية على الاخر. قهوة شعبية كان يقعد فيها نجيب الخطاب الله يرحمه. كي نتعدى ديما نلقاه في القهوة ذيك، وانا بما اني متاثر بنجيب حتى القهوة اللي يقعد فيها نجيب نقعد فيها انا. الله يرحم نجيب الخطاب. نجيب زاد كان يحب عبد الحليم حافظ. يلا نشوفوا جنجل افتكرني ونرجع. افتكرني افتكرني هذا الركن خصيصا عملناه في هذه الظروف المباشر. منحاول تفتكرني العبد الحليم حافظ. نسمع كامل الشناوي هذه يعني يلوم في نجاة صغيرة لأنها هي هو
هو حبها برشا هي وقتها حبت حسين عبد القدوس اللي فهمتني حاول تفتكر. أما اللي باش يسمع أسمر أسمر باش يتذكرني أنا زادة باش يتذكرني أنا يعرفوني نحب عبد الحليم برشا برشا ديما ديما عندك برشا مشاعر. ساعتين و13 دقيقة هذه ظروف المباشرة معكم فريق كامل يأمن لكم من ماضي ساعتين للخمسة أجواء حلوة برشا فيها برشا أركان برشا ضيوف برشا ضحك وعديد المفاجآت تنتظركم مستمعي كابا فم. يلا نبداو بكلام زين كلام زين نبدا مع عبد الجليل. الكلام الزين الكلام الزين عبد الجليل ان شاء الله يكون كلام باهي في الدين باهي. انا جاني التليفون وقفني على مشكله كبيره قاعده صايره تويكا في الوسط البنائي اساسا. كلمني قاسم كافي قال لي راهو مقداد سهيلي قال لي عندك 167 مليون حقوق نتاعك منذ ان وطأت قدماك الفن ومنذ ملي بديت تلحن تقريبا 56 سنه كارير في نتاع قاسم كافي. قال له عندك 167 مليون تمشي تاخوهم من الوزاره. هذا على شي حين هذا خبر باهي ولا هذا خبر جيد جدا اذا كان فعلا وقع تفعيل قانون حقوق الملكيه الفكريه. ايوا علاش وزاره الثقافه تعطيه ولا سؤال تروح نورمالمون احنا عندنا يعني هيئه كاملة هي يعني جمعية حقوق المؤلفين والأدباء التونسيين هذه اللي تأمن لك حقك المعنوي. احنا المشكلة فيه عبد الرزاق انه منشنا منخرطين في معاهدة براغ نتاع حقوق الملكية الفكرية والأدبية. قاسم يعني اكد لي انه سي مقداد سيلي اللي هو نقيب نتاع المغنين التونسيين قال له عندك 167 مليون في الوزارة مقابل شنو؟ مقابل الكارير هذا كل مقابل يعني جملة يعني التلاحين اللي عملها هو مقداد كي قال له راه عندك 197 منين جات شنو المطلوب؟ المطلوب ما راهوش كيفاش يستخلص الفلوس هذه كيفاش يستخلص فوالا. انا سالته قلت له اول حاجه لازم ياكد لك انهم فعلا موجودين، ثاني حاجه الطريقه فماش اثبات ايضا الطريقه اللي تخلص بها على حساب هكا تطلعش كاميرا كاشي زاد لا اعتقد لانه قاسم الى سيستري بيان ما تصورش مقتاد يدخل في 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 اللعبه هذه فهمتني. احنا نعرف ما هو قال لي لا حتى يفادلكوا على بعضهم فنانين عندهم تاريخ الاثنين ما هم يفادلكوا على بعضهم. اكد لي عبد الرزاق قال لي خاطر يعرفوا قاسم وتعرف قاسم يحب الفلوس قاسم هكا قاسم لا ومن حقه يحب الفلوس. علاش؟ اولا قاسم بعد تاريخ الكل عبد الجليل من الفن ومن العطاء قاسم راه ما صورش برشا فلوس في الاخير ما لقيناش برشا فلوس ما لقيناش هو ديما ممكن لانه مزواج لانه عرس برشا مرات ممكن لانه يصرف برشا ممكن لانه ما خممش في غدوه ممكن يرسي برشا فوالا. هذا علاش حين سي عبد الرزاق حين على المشكله نتاع حقوق التاليف هذه الموجوده في تونس اللي خلينا ناكد لك مره انه ثم اكثر واحد جاته فلوس هي نبيها كراولي على كانت تذكر اللي عملتها الالبوم مع سمير الشيشتي جاتها 117 ألف في العام مع سليم دمق. لا ما سمير الشيشتي لولا سمير الشيشتي القنطرة مبروكة تتبرى مبروكة تتبرى القنطرة كانت تتذكر ايه. وأقل واحد جاته في عام 35 فرنك اللي هو سي مقداد السيلي. نعطيك من الطرائف اللي صايرة في جمعية حقوق تأليف وأحنا كما قلت لكم نجم مخابتين في معاهدة براغ. المشكلة الكبيرة أنه الفنان التونسي ماهوش مؤمن في الجانب هذا، ثم فنانين توانسة منخرطين في الساسين في فرنسا وياخذوا في مبالغ مالية كبيرة. انت حبوبه وما ادراك من حبوبه اللي بدا في فرنسا في 33 تور مع مصطفى قتال السيد والاغاني الشهيره في الخمسينات وفي الستينات يوصل ياخذ حتى 1500 اورو في العام. ثم حاجه اخرى، ثم فنانين توانسه تتعدى لهم اغنياتهم فيما يسمى باسرائيل وتتصب لهم فلوس لان هي منخرطه في بتاع معاهده براك. دونك هنا ماذا بينا انا المعلومه اللي عندي حل علينا ببلاش مش يقع تفعيل انت تعرف حاجه عبد الرزاق فيما يسمى باسرائيل التوانسه مقيمين اساسا في مدينه بئر السبعه تقريبا 300 الف تونسي مقيمين غادي وانت تعرف انه برشا فنانين تونسي يمشوا يغنيوا في اسرائيل فهمتني يمشوا باك اللي سي باسي اللي تعديوا على قبرص ونعرفوه حتى المتعهد الحفلات اللي يهز فيهم. دونك ثم غاديك فنانين توانسه وانت تعرف لقب نغاوي هو في الجذور يهوديه وغاديك فرق تونسيه وتغني التعليل احنا نعرفوا راهو الجورنو البنات السته كانوا يسموه فهمتش التناقض.
تو كان كي واحد يسمع عليه الحاجات هذيا غنى في تو يغني في جربه مثلا ويغني في مكان اخر يتوجه له لوم كبير. وما نعرفوش اللي في ثقافتنا التونسيه وفي اغانينا راؤول جورنو اسمه الاخر حبيب امسيك الشيخ العفريت الشيخ العفريت هذا مراو اثروا في الاغنيه التونسيه اكثر ناس قريت التعليلات زعما الموضوع اصبح مغلوط ولا غير مغلوط لا 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 ما تنجمش احنا عندنا ثلاثه مناهل نتاع اغنيه عبد الرزاق ولا اربعه عندنا اغاني البدو والرحل الغناء البدوي عندنا الجو نتاعنا الزكره والجو الزكره والقصبه وعندنا الاغنيه الشعبيه اللي في المزود وعندنا ايضا الزنديل أنا والزندال، الزندال هو الأغاني نتاع السجون، لأنه الزندال هو السجن بالمقدس التركي، اللي جت منه كلمة زنزان وما إذا إلى ذلك. وعندنا الاجتهادات اللي صايرة تو، كتأثرت شوية الغناء وظهرت الإذاعة وما إلى ذلك. هذه تقريب المناهج المعروف نتاع الأغنية. أما عندنا وين تلقاهم؟ عندنا أيضا الأغنية الصوفية اللي كانت موجودة في الزوايا. وحتى روى الإسطنبالي نوع من الأغاني الصوفية. وعندنا أيضا تراث اليهود. راو التراث الأغنية التونسية المؤسسين الأوائل متاعو هم اليهود ما تنجمش تنفي أنت راؤول جورنو ما تنجمش تنفي الشيخ العفريت ما تنجمش تنفي غناء وغناء والتو يا عاشقير التو التعليلات يظهر لي حبيبة مسيكة اللي مثلت مع بورقيبة وغنيت وضربت بورقيبة بكف في لقطة مسرحية كانت نجمة يعني وكانت جميلة جدا كانت نجمة يعني كنت عندها غناء تعرف حبيبة مسيكة أمير لا دلعني ما تعرفش على فراش النوم على فرش النوم شوف الجرأة اللي كانوا يعملوا فيها قبل هما دلعني يعني يقصدوا مش حاجة لا دللني مش دللني فلا دللني يعني أما شوف الكلمات اللي كانت نحب دللني بالمفهوم نتاع لا رمضان رمضان وهذه نأجلوها من بعد رمضان دونك المشكلة هنا في تونس القانون هذايا نورمالمون خدم عليه مراد صقلي خدم طالي سني مبارك الوزير توا قاعد يخدم على قانون الفنان اللي فيه مشكلة كبيرة تو نجيبو نهار مقداد ولا شكون يعني فيه قانون تاع حقوق تأليف هذا لازم يقع تفعيله لأنه من الغبن أنه فنان تسمع أغناء بارتو ولكن ما يلقاش فلوس فرنك. واضح عبد الجليل خليني نمشي الأمير أمير يلا أنا اليوم كلام الزين. في كلام زين اليوم عندي حاجة بالحق مزيانة برشا برشا وبالصدفة جات صادفة لقاء المنتخب التونسي والبرتغال البارح اللي بعد اللقاء كان فما ندوة صحفية كيف ما هو معتاد في أي لقاء كرة قدم يكون دولي الناخب الوطني نبيل معلول كان في الندوة الصحفية نسمع بعضنا شنو اللي صار بالضبط هات يلا Pour pouvoir arriver, le plus important pour nous, c'est le 18 en plein possession de nos moyens, surtout athlétique. Là, 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 attends, attends, comme une conférence de presse, comme une conférence de presse, on calme, Kazisti. Comme une conférence de presse. Désolé. Désolé, madame. Pas de problème. دونك الناخب الوطني نبيل معلول كان في الندوه الصحفيه ورن تليفون ضرب تليفون وهز تليفون عسلامة عزيزتي شنو احوالك؟ راني في الندوه الصحفيه توا عايش امي عايش عزيزتي نكمل نرجع لك وطلب السماح على شكون على امه امه طلبت يعني حاجه مزيانه برشا 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 اللي هو قدر للام عرف قيمه الام حتى معناها يعطيك يعني حتى في ندوه صحفيه ما نجمش ما يهزش يهز من بعد ولا هز يخسر التليفون ما يهزش اي فوالا سلطة الأم قوية برشا حاجة حلوة برشا وبالعكس حتى ردة الفعل بتاع الصحفيين اللي كانوا غادي نتصور قبلوها قبلوها وكان جاي يكلم حد آخر بخلاف أمه يلوموه نتصور صحيح يلوموه تحية لنبيل معلول على نبيل خلوق فينو ياسر ويعرف كيفاش يتعامل خلوق خلوق إنسان خلوق على خلق وإنسان متدين هو ربي يعطيه هو ومزهار وتتوفر فيه كل شيء وخدامة يعطيه صح عبير دونك اليوم باش نحكي على الممثلة درة تونسية درة زروق حذف اسم الممثلة درة زروق من جينيريك مسلسل نصر السعيد نحول اسمها هذا قالت هي درة اللي هي طالبت من صناع المسلسل انه يحطوا اسمها بعد محمد رمضان خاطر هو بطل رئيسي بيان سور النجم محمد رمضان لكن هم حطوا الاسم معناه في جينيريك تشوف تلقى درة زروق ووفاء عامر مع بعضهم فرد معناه هما الثانيين ومن بعد يتقلب بجينيريك وهي ما قبلتش هذا هي ما قبلتش هذا لوغ كو العدل جروب الشركه المنتجه قالت لي تعاقدت مع وفاء عامر قبل درة زروق وانهم زوز ماكش وفاء عامر اسمها اكبر هو حتى اسم كان اكبر وفاء عامر هو الحقيقه حتى طبعا. كان اسمها اكبر وفاء عامر نحن تربينا على وفاء عامر
معناتها في التمثيل راه عندها سنوات كبيره. دره زروق هي في تونس وهكاك برا معناتها فهمت. مش نجمه كبيره في تونس. لا ما عملتش اسم كبير. نجمه ولات نجمه في مصر. في مصر اي. اما مش ساعات التعاملات هذه ما يصيرش في الاسماء. يعني. تحط اسمك مع اسمه في عامر معناها كيما نقولوا نحن خذيب خاطركم الزوز خاطر انتم معناها مصح معاك اللي انت اسمك الثاني ولا اسمك الثاني. حطكم الزوز. انا جو المهم مش الجينيريك انك تكون الثاني ولا الثالث انه الدور نتاعك والمسلسل ناجح. ما فهمتش علاش في كل مره يكون فما اصرار انه تخرج ممثله تقول لك تعمل مشكله المسلسل. هو مازال يتعرض ديجا المسلسل والمسلسل هذا ناجح بالقدي. نصر السعيد يزولي من الويله اليوم في مصر لول محمد رمضان وانت قدم دورك والناس مازال تشكر فيك على الدور هذا. صفكو در معناها خاطر اوكي انا عندي نجم يكون عندي اصحابي مش كان ممثلين ولا فنانين في مصر. نجم يكونوا دي تكنيسيان نجم يكونوا لي نجم تكون الماكيوز نجم يكون حتى واحد يهز كابل معناها المعلومه توصل فاسيلمون. اللي نعرفه والمعلومات اللي عندي هذه اكيده انه هي مستاءه من ديجا من اللي هما يصوروا. ديجا قالوها هما هنا فما ارتيكل قال انه من الكواليس بدات تشتعل فتره بين دره وعائشه بن احمد اللي هي نجمه تونس. انا خوفي على بنياتنا هذوما خوفي من الغرور شويه. تفريه الجراجة وهذه خوف انه سفري نجحوا في مصر اما تخاف توا وكانه اعتدوا بانفسهم ولاو معناتها فما شويه غرور ربما مش في صالحهم. احنا مش وذا يخليهم راهو ما تعرف مصر راهو صعيبه. نجله التونسيه برشا ناس ما تعرفش حقائق انا باش نكشفها توا انه نجله التونسيه راهو كي بدات تنافس في عبده ولوسي ولات تخدم برشا في 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 الكباري الكبار في مصر ولات يوميا لعبولها اللعبه. ما تعرف غاديك راهو ما تفهمش السيركوي اللي يخليك ممنوع من السفر. نجم تعمل حد شيء اما تهبط فيك تهبط في الليست نوار انت ممنوع من السفر. نجله هبطت لتونس في بالها باش تزور امها وترجع ما تعرفش علاش لليوم نجله التونسيه ما تعرفش علاش منعت من مصر. ما فماش وقت سفير تونس تدخل غاديكا ومشات شكيت للسفاره التونسيه ما فماش منع واضح اما ما تدخلش لمصر. يعني انت مواطن غير مرغوب فيك. شنو التحليل يقول لك معناتها غاديكا فما الفنانين الكبارات هذوما راهو يحكموا غادي بالحق ينجموا يكلموا السلطات العليا وينجموا يدخلوا وينجموا ينحي عبد الرزاق ما عادش يدخل مصر. عبد الجليل ما عادش يدخل مصر. معناتها الزوز هذوما دره ولا فريال اذا يعملوا شوشره في مصر ولا كذا راهو غاديكا الصراع كبير برشا مع الممثلات سورتو اللي نعرفوا دونك يلزموا شويه التزام. خلينا نحكي شويه على الكواليس ما دام عندنا المعلومات. دونك بديت معناها الكواليس عطيت الكواليس حلوه راهو انا الكواليس بديت في تصوير نصر السعيده بين دره وعائشه خاطر بسبب اتهام محمد رمضان انه يزيد في المشاهد لعائشه بن احمد ودره لي. دونك اليوم ما يظهر لي نحب نقولوا ساعه لدره راهو نقص شويه. انا نعرف خاطر انا صاروا لي حتى فازت نقص شويه بالكلمه بالتونسي بنت عنطيز نتاعها شويه سختوا لي. عندها مشكله كبيره مع صحفيين التوانسه معناها ساعه معناها المعامله نتاعها مع صحفيين ما نحبوش دره اليوم تتغر وسورتو اللي فما برشا يمكن انت قلت في تونس هكاك زاد في مصر فما مش برشا يعتبروها ممثله كبيره ممثله نورمال فما دور واحد اقنع لا نجحت في ادوارها اي نحكي على العبيده اللي لو ما خرجتش لمصر دره راهي عادي في لا تونس لا العبيده اللي تقيم فما دور وحيد نجحت فيه في مسلسل سجن النساء ونذكروا زاد اللي في المسلسل لا دورها مع اسمه مع خاطر نور الشريف قبل ما يموت اخر فيلم عمله كانت حلوه فيه بصراحه مش برشا معناها عندها معناها ممثله ما قلناش ماهيش ممثله بيان سور ما قولي حتى نور شريف قدامها يعطيها انرجي ويعطيها يعطيها برشا حاجات كيما عبد الجليل تو معايا انا مثلا نعطي فيه انرجي دونك وفما حاجه اخرى هي دونك دره زاد فما حاجه اخرى صارت في الكوليس وبربي ما غير ما تكلمنا دره خاطر مره كان ضيف عند وفي الكيليني في برنامج وفي الكيليني يا اخي وفي سالتها سؤال قالت لها انت ليه بيجي لك صداع كل ما يذكروا لك هند صبري يا اخي ايش عملت طلعت الصحافي اللي في فريق الاعداد اللي كتب السؤال هذا وكلمته دونك من غير ما تكلمنا خاطر انا ما نقولش على مصادري اما هذايا دخل مره في الكوليس
دخل محمد رمضان وهي جيت مأخر في تصوير نصر سعيد جيت مأخر دخل محمد رمضان وقالها بما معناه قال ايه يا استاذه حاضر انت كاني حاضره كاني حاضره اللي حاضر كاني انا حاضر اسمع تحكي اليوم كاني في مصر استاذه قالها قال كنا على التوانسة هكا بالضبط قالها قال ايه يا استاذ اللي في تونس ما نكملوا عبد الرزاق الجمله نكملوا العشوه الزرقاء هاي هاي كم هاي كم جيت مأخر قد ايه هيك 7 دقائق هي تغيظ هذيك قالها قال ايه يا استاذه انا هنا النجم وانا ما بستناش حد يا عيني شكون وين؟ محمد رمضان محمد رمضان في بلاد شبيه محمد رمضان بك جاي من دنيا اخرى قلت لي اسكت يا ودي انا محمد رمضان وانا مش يقول الفنانه محترمه في تونس ليه كيما فنانه تجي في الوقت ما كانوش يقول هاك تجي في الوقت راهو الفنان الكبير تواضع زاد ليه احنا مش نلوم على محمد رمضان تو تجي مخره وانا معاك نقول لك انا النجم عبد الرزاق اسمعني ليه لا ما تجيش احنا ما نجمش نجي مخر سورتو مثلا احنا عندنا اونلاين مباشر عندنا مباشر ما نجمش نجي مخر معناها فهمت دونك نقولوا لدرا زروق شويه التزام شويه التزام برشا تواضع برشا تواضع ما عادش تضرب لي كاميرا نتاع الصحفيين نمشي الاخبار لا تقص علينا الاخبار نمشي اخبار يلا امير نخليك باش شو الرياضه البارح كيفاش على المنتخب الوطني البارح فما حاجه مهمه برشا نحب نحكيوها اكيد يمكن سمعت بها انيس تصريح مدرب المنتخب البرتغالي فرناندو سانتوس اللي قال بعد نهايه اللقاء اخترنا المنتخب الافضل في افريقيا حاليا يحكي على المنتخب التونسي المنتخب الوطني التونسي حتى الصحف العالميه خلي هنا خلينا نحكيوا على ذا سان فوتبول الانجليزيه قالت انجلاند شود بي وورد اباوت ذا بورتوغال فيست تونيزيا ريزلت معناها هي صحيفه بريطانيه قالت المنتخب الانجليزي لازم يكون ياخذ حذر من نتيجه المنتخب التونسي منتخب برتغالي دونك هنا شوفوا يعني هذا 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 بعد مقابله البارح بعد ما شافوه معناتها من لعب ومن من اداء ومن طريقه تكتيكيه ما تعليق مدرب البرتغال ساعة لا ما نتصورش على مباراة البارح بركة ما نتصور هي النتائج الأخيرة نتاع المباريات منذ الانتصار على إيران المنتخب حقيقة قاعد يقدم في أداء متميز قاعد يتألق والحاجة الباهية أن الكاريزما والشخصية اللي ولات عند الملاعبية خاصة وقت اللي مشينا للكونغو كنا منهزمين عاودنا رجعنا اليوم أكيد والفريق ولا المنتخب اللي ما عندوش شخصية ما ينجمش ينجح اليوم المنتخب عنده شخصيته عنده هويته اليوم البارح حتى من بعد صعوبات اكيد مباراه صعيبه برشا سيرتو من الديبي نتاعها ما دخلناش مليح اما الحاجه الباهيه الفرص دو كاركتير نتاعنا اللاعبين كيفاش رجعوا في المباراه والاداء المتميز تاع الشوط الثاني لكن الشوط الاول ممكن حاجه هو الصيام برشا ملاعبيه لعبوا صايمين البارح هذاك الشيء اللي اثر في 45 دقيقه لكن في الشوط الثاني كان لي كوتشين كانوا ناجحين خاصه فخر الدين بن يوسف اللي اعطانا عمق مشى لقدام اكثر علي معلول نعرفوه بالاكسبيريونس نتاعنا وكان وراء الهدف الاول المنتخب حقيقه ثم بوادر ايجابيه لكن ديما يقعد المستوى نتاع العالميه مستوى اخر المونديال اكريت البارح المنتخب البرتغالي غير المنتخب البرازيلي والالماني معناتها هذوما منتخبات كبيره ما يرحموش المنتخب البرتغالي ممكن اقل شوي اقل منهم لكن رونالدو غايب يتيحني اكيد لكن من الناحيه البدنيه خويا عبد الرزاق لازمنا نعرفوا حاجه راهو الاونيفو والمستوى العالي لازمك تكون بدنيا حاضر المنتخب التونسي يذولي تحضيراته كانت على مستوى كبير على مستوى عالي من يعني من ناحيه التحضيرات البدنيه اكيد عادي عادي جدا يعني حتى كرينا ممكن البدايه ما كانتش طيبه هذا ياكد انه شو تفسير البدايه ما كانتش طيبه تفسرها بالصيام انت تفسرها بال ولا جس نبض زاد فتره جس النبض الصيام ولكن الحاجه المهمه تعرف اخوي عبد الرزاق راهو في البريبارا معناتها في فتره التحضيرات المدرب ينزل برشا الشارج يقوي الشارج من الناحيه البدنيه وينزل على الملاعبيه نتاعو خاطر احنا اليوم ما حشناش بالمنتخب يكون حاضر اليوم حشنا به ان شاء الله في اول مباراه ضد المنتخب الانجليزي وقتها بدنيا يكون حاضر لهنا الشارج نتاع الخدمه والريتم يكون عالي برشا لهنا ما يخممش نبيل معلول انه حضر المنتخب معناتها المنتخب البرتغال ويرتح الملاعبيه نتاعو مارينيو مش برشا لا يدهك عليهم ويجيب معناتها كما قلت لك انا يحضرهم على المستوى البدني حتى في ليزونترمون يكون التحضيرات تكون قويه هذه عادي جدا الشارج ممكن كان قوي شويه توا ممكن ماشيين ونقربوا المونديال الشارج باش يبدا ويتيح والملاعبي باش يحس بالفريشير فيزيك اكثر البلون جو لاحظت انه نفس المعضله بتاع المنتخب الوطني هو ديما الدفاع بتاعه
غربان البارح. بار كونتر المليو والاتاك شادين رواحهم. والله معاك توانسه كل رينا اللي من ناحيه دفاعيه لقينا اشكاليه، تعرف راهو اليوم بالعلوان مش قاعد يلعب في برشا وقت، ما لعبش برشا مع مريح. الحديدي كان جديد البارح، نعرفوني مش قاعد يلعب، ممكن في فترات يدخل لكن البارح كان اساسي. النجاز والعوده نتاعو ممكن قاعدين نلقاو في الاكيليبر نتاع الدفاع نتاعنا. اكيد ثم نقائص، ثم حاجات يلزمنا نصلحوهم. نعاودوا كما قلت لك المباراة البارح اكدت لنا انه عندنا نقائص من ناحية دفاعية. نتصور معلول الحدادي واحد منهم باش يكون موجود، النقيز رامي اكيد، لكن الحاجة الباهية في الدفاع نتاع المنتخب هو النقيز البارح حمدي عمل مباراة كبيرة برشا، رغم انه برشا توانسة قاعدة نحكيو على معناتها مشكلة نتاع ظهير ايمن، لكن البارح النقيز عمل مباراة يلزمو يعملها. لكن انيس كان سبب الهدف الاول قبلناه مع المنتخب البرتغالي، كان تلعبت على انا ما نغزرش الهدف، راهو باش نقيموا ملاعبي ما نقولوش راهو غلط في الهدف، لا على تيلة المباراة التقييم يكون على تيلة المباراة اكيد، دقيقه باش نجمو نقيموا. باهي كي نقول لك انا شكون اللي مشى البارح وشكون اللي ما مشاش، شكون اللي ما مشاش؟ هاي مش المشيان، لكن راهو برشا يحكيو صابر خليفه ما مشاش بالنسبه لي انا، كي راه سور لو بلون معناتها تكتيك كيفاش جري ورجع واحد، لكن نحبوا تعب ويرجع سور لو بلون ديفونس، لكن صابر خليفه راه ما ينجمش يكون مهاجم قلب معناتها واضح البوست نتاعو مش هو صابر يحب يسر لي كلوار، ممكن حضرت عليه حتى في النادي الافريقي كنت موجود، صابر يحب المساحات، يحب يلقى لي كلوار. علاش كي تحطوا راس حربه ما يلعبش بظهره؟ على خاطر ما يلعبش بظهره ويلقى اشكال حتى البارح ريناه في كل مره مش فاهم روحه، مسكين معناتها هو مش فاهم رجع هكا عمل هكا مقعد، ولكن في الاخر بكل تحب تحسه يحب يقعد في الكولوار معناتها، فهمت؟ وشك المهاجم الصريح اللي تنجم تعاون عليه هي ما شنو فلسفه نبيل معلول، هو يعرف الجوار هذايا ما ينجمش يكون راس حربه، ما ينجمش يكون افون سونتر هكا تسميوه، ما ينجمش يكون، علاش ما حطوش على اليمين على اليسار؟ انيس هذا بحكم اللي انت تعرف نبيل معلول بالقديم، انا مونديال 2006 كنت حاضر في المونديال، كان رجال عمير هو المدرب ومساعده كان نبيل معلول. ليه هو توا بالنسبه للاختيار نتاع صابر خليفه راهو، وحتى في الديكلاراسيون نتاعو البارح كان سمعناها في قناه، قال اليوم حتى كان معناتها صابر خليفه كعيط له راهو باش يمشي للمونديال احتراما في الكارير نتاعو، متى حاجه تحس اللي ملاعبي هو لاعب كوره ويعرف كي صابر خليفه باش تعيط له ماكش باش تنحيه في العمر هذا من بعد الكارير هذا، معناتها اكد انه صابر خليفه باش يكون في المونديال. البارح للضروره احكام، تعرف اللي العكاشي عنده مده مش مضروب، العكاشي مضروب، الخزري اللي ممكن كان يلعب مضروب، معناتها برشا حاجات فرضت على المدرب البارح باش يلعب صابر خليفه كابونتا، لكن في الشوط الثاني في اخر مباراه دز العكاشي، لكن الحل في الخزري بعد الاصابه نتاعو ان شاء الله ما تكونش خطيره ويكون موجود في المباراه الاولى. خسرنا الخنيسي، وقلنا برشا مرات عندنا غيابات مؤثره خاصه من ناحيه الهجوميه، توا يوسف كاناتو نحاربوا به، الخزري توا مازال مضروب ان شاء الله الاصابه نتاعو ما تكونش خطيره، الخنيسي معناتها اصابات هجوميه اكثر منها، من ناحيه دفاعيه اكيد عندنا مشاكل على المستوى الدفاعي، لكن اكد لك مازالوا زوج مباريات من طراز عالي اللي هي مباراه المنتخب التركي اللي ربح البارح 2-1 ربح ايران اكيد، لهنا هذوما زوج مباريات ممكن الحجم الثقيل مع تقبل المونديال بواحد، لكن الحاجه اللي مخوفتني ممكن قبل المونديال هي الاصابات، خاطر نعرفوا في نهايه موسم والارهاق ديما الارهاق هو اللي يعمل الاصابات، ان شاء الله الاطار الطبي والاطار الفني يعرف كيفاش يتعامل مع المجموعه وفي الشارج نتاع الخدمه باش ان شاء الله نخلطوا المونديال، ما يلزمنيش نخسروا اكثر من اللي خسرناها، معناتها الخنيسي والخزري توا اون دوت معناتها المباراه الاولى وزيد معاهم المساكني، لهنا ان شاء الله كما قلت لك ما نزيدوا نخسروا اكثر. البلون جو نتاع ليكيب ما حكيناش على حارس المرمى كيفاش شريته البارح معز. امبارح مشكل عادة بون يقعد حارس الممتاز، لكن شنو مشكل عادة كيفاه؟ مش البونتو الثاني البونتوات يظهر لي ما نجمش يراهم حتى حارس لا كورة فك القوة هذيك في الكورة احنا ما نقيموش راهو على معناتها ما نقيموش على خاطر البونتو كيفاش هات بلا علاش مشكلة نحكيو على الرولونس بسقيه برشا كرات كانوا غالطين، نحكيو على البلاسمون نتاعو ونحكيو على اصحابه الباس الغالط كذلك اللي في اول هذيك هي الرولونس، علاش قلت لك هذيك هي الرولونس البارح هو الجارديان نحبوا جارديان يلعب سقيه، واحنا هو مباراه الاخيره ضد كوستاريكا من ناحيه وقت اللي يعطي الباس بسقيه عاوننا في رولونس،
لكن حاجات الاخرين الخرجه العيات على اصحابه البلاسمون يوجه ديفونس نتاعو. انت تعرف كنت كوارجي تعرف ما ثم حاجات كنت تقص البارح، لكن خذ من الحراس الممتازين. وما ننساوش اللي هي ثاني مباراه لي مع المنتخب، يعني الحارس هذا ان شاء الله مع زوج مباريات اخرين الوديه اللي جايين نصوروا يدخل المونديال ان شاء الله باضافته وبقدره ربي، راهو عندهم امكانيات كبيره وان شاء الله باش يعاوننا في المونديال. هذه حاجه انا مقتنع بها ان شاء الله. انيس خليني نسالك، انت حكيت في موضوع مهم برشا قبيله، قلت اللي هو الناخب الوطني نبيل معلول حب يكرم صابر خليفه، خلينا نحكيو كارت شرطاب نكون واضحين، وقبلها حب يكرم ايمن البلبولي. يقول القائل اليوم علاش ما تكرمش ايمن عبد النور كذلك وتعيط له، وعلاش ما تكرمش وسام بن يحيى وتعيط له؟ معناها المنتخب اليوم احنا مناش كنت نبيل معلول، ولكن ما تشوفش اليوم الوقت اللي لازم في اللازم نهزوه؟ معناها احنا معاه خيارة الناخب الوطني ومعاه شو قال لك اللي يكرم؟ ايش نقول لك؟ راهو الملاعبيه اللي عيط لهم هذوما راهو كونفيرمي باش يلعبوا باش يعاونوك، لكن امام طون يستغل انه تكريم الملاعبيه هذوما. يعني يقول لك انيس صابر خليفه ينجم يستحقوا اي مش نستنفعوا في اللعبه ينجم يستحق تكريم لمجرد تكريم. يعني ليه مش تكريم لمجرد تكريم؟ عاد يكرمني انا رجل كبير نمشي نلعب مونديال؟ ليه مش هذا؟ ليه شوف بالنسبه لعبد النور كنا نجم نكرموه وقت اللي كان جاي هو في احسن فتراته في الفترات الباهيه. هو عبد النور اليوم في مرسي راهو مش قاعد يلعب مونك دي كومبيتيسيون باش يجينا المنتخب عندنا بالعنوان مش قاعد يلعب وزيدنا عبد النور برشا علينا اليوم. اليوم المدرب ما متصور من الاشكال اللي كان ممكن فني ممكن ما لعبش عبد النور، لكن ما تصورش عبد النور اليوم تونسي ملاعبي تونسي ونحبوه في تونس وفي وقت ما اعطانا الاضافه، لكن اليوم الله غالب موش في اختيارات المدرب عليه كان الاحتراف والعمل ومانيش اخر كوب دو موند. ليه نتصور مازال ينجم يعمل مونديال جاي ويقف يكون موجود في المنتخب معناتها ما ثم حد شيء. انت خاطر برشا ملاعبي يتنحاو من القائمه نخرجوا نعملوا ديكلاراسيون اشو نتحملوا مسؤوليتهم بعد. انا ماذا بيا نتفاداو الشيء هذا. الحرباوي في وقت من الاوقات تصورتهم ما حقوش. هو ديجا شفتي معناتها تو مازال التشكيليه نتاعو معناتها يخلص في الفاتوره. انيس باش نسالك على البلان تكتيك ستيل دو جو نتاع ليكيب ناسيونال نتاعنا سويفي لي تروا ماتش اللي تعداو ومنتخب انجلترا كي تتبع فيها وتتبع في البطوله الانجليزيه، كيفاش ترى المباراه؟ يجاوبك انيس بعد سلف الدين جورج وصف. انيس العياري لاعب المنتخب سابقا والمحلل الرياضي اللي باش يجاوبنا على سؤال عبد الجليل السمراني اللي كنت سالته عبد الجليل. اي نذكرك انيس بسؤال قلت لك يعني كيفاش ترى مقارنه بين بلون جو نتاعنا وبلون جو نتاع انجلترا الماتش الاول؟ انك تعرف انت الماتش الاول وربع ساعه نتاع اي ماتش الاول هي اللي باش ربما تعطيك الاسبري كيفاش باش تعدي الماتشات الاخرى. اي ليه مهم برشا، ما لازم نعرفوا حاجه اللي المنتخب الانجليزي راهو منتخب اتليتيك معناتها من الناحيه البدنيه احنا فنيين قويين، لكن مع المستوى البدني ايامات معدودات لازم نحضروا رواحنا على جميع المستويات. تقسموا المجهود قول انت. ليه ما ثماش تقسيم مجهود 90 دقيقه لازمك تجري بتجيب ثلاث نقاط مهمه برشا. النقطه في المونديال خاطر المونديال حاجه كبيره والنقطه فيها بحسابها معناتها اذا بتجيب ثلاث نقاط رايح سيتانكس بلوا تعرف ضد منتخب انجليزي عنده عديد النجوم منتخب ما يرحمش. احنا ان شاء الله اللونتا نتاعنا تكون باهيه عكس مباراه البرتغال. علاش؟ على خاطر اذا رجعنا كنت البرتغال ضد المنتخب الانجليزي راهو صعيب برشا نرجعوا. لكن انجلترا لا تصنف ضمن في خانه المنتخبات الكبيره عالميا كما تقول انت المانيا كما الارجنتين. هي ما ايكيب خطيره يعني راها في مستوى البرتغال دونك ثم امل يعني ديما انجلترا توفوا المونديال تشوفوا اسكو البرتغال ولا تشوفوا يعني ايامات معدودات تشوف المنتخب هذا راهو المنتخبات هذوما عندهم خبره التجارب والمنافسات الكبيره نتاع المونديال. هو الفرق خاطر عنده رحيم ستيرلينغ يلعب في السيتي عنده ملاعبيه راهو دو فالور معناتها منتخب دو كاليتي. ان شاء الله احنا راهو مش تنقيس من ولادنا لكن ولادنا وقت اللي يحبوا يعملوا ماتش كبير بالجرينتا والعزيمه والحاجه الباهيه اليوم اللي كانت تنقصنا هي العزيمه وروح المجموعه. اليوم كل شيء متوفر باش نعملوا مونديال باهي ان شاء الله. قالوا لي عبير هذا سؤال تحب تكلم عبير عندك سؤال؟ عندي سؤال في الكوره. سؤال في الكوره وربي يقدر الخير. ربي يقدر الخير كان طلع سؤال صحيح راهو انا لا انا سؤال كي كتبته عبير قوي برشا سؤال قوي برشا تفضل عبير انا خوفني ريمونتادا الكونغو ريمونتادا البرتغال هل تكتيكيا نقلبنا الاطراح ولا بالقلايب؟ يا عبير لا يا عبير يلزم عبير تفسر لك كلمه ريمونتادا
ما تجاوبش هذيك ريموت هذا ليكيب هي الكونغو نعرف عبير فرانشمون معناتها سؤال في بلاصتو يعطيك الصحة والله العظيم سقطتو الأمير أنا بي سبور أنا يسترا هي من الحاجة الباهية سقطتو الأمير هكا جا فرصة باش نجاوب العزيمة نتاع الجروب والروح نتاع ليكيب نتاعنا نتاع المنتخب نتاعنا ونعرفوا مباراة الكونغو كنا خاسرين ورجعنا البارح كيف هذه حاجة كانت تفقد المنتخب اليوم وليت حاجة جديدة علاش خاطر الملاعبين اليوم عندهم شخصية ولا يؤمنوا برواحهم عندهم ثقة في رواحهم هذه الحاجة اللي طمنا على المنتخب تاعنا في المونديال إن شاء الله كما قلت لك معناتها ما تصيرش ديما نخسر ونرجع خاطر ثم وقت ما نجموش نرجعوا فيه في مونديال ومستوى عالي نجموا نخسر فيه ليش ما عادش نرجعوا صعيب اليوم رجعنا غدا نجموا نرجعوش إن شاء الله البداية نتاعنا تكون باهية وبدايتنا احنا ناخذوا بزمام المباراة 4 ساعة نيس ديما مهمة أكيد مهمة سيرتو في اللونيفو معناتها سيرتو في اللونيفو نتصور ما نتمناش أنه المنتخب يكون منهزم خاصة في كأس العالم والبداية نتاعو أنه يكونوا منهزمين ونحاولوا باش نرجعوا إن شاء الله احنا ناخذوا الفارق واحنا نبداو بالكدا تعادل نتيجة إيجابية زاد في اول مباراه حسابات و... اي حسابات حسابيه انت كي تعمل تعادل مع انجلترا لازمش ديما ما ديما ما تخسرش ما تخسرش ديما البدايه ماذا بيا تكون تعادل انتصار هي حبذا تكون انتصار لكن حتى ما ثمش انتصار ما ثمش تعادل علاش على خاطر هنا احنا مطالبين بست نقاط احنا والمباريات ست نقاط نتصور اوتوماتيكمون نكونوا في الـ في الـ في الدور الثاني مهم برشا التعامل مع المباراه الاولى على خاطر هي اللي باش تخلي الملاعبيه ثقة أكثر تعطيهم روح تخليهم يحضروا مباراة الثانية بمعنويات خير خطر هزيمة ممكن حتى من ناحية تحضير مباراة الثانية باش تخلي نلعب بها على أعصابه باش تخلي لهم ستريس وضغط مانيش باش نلعب الكرة نتاعنا إن شاء الله كيما قلت دونك الديبار هو المهم جدا كي نقول لك أنيس التشكيلة المثالية اللي تراها أنت من 1 ل 11 تصور معاذ حسن كحارس مرمى النجاز على اليمين ما بين معلول الحديدي انا ما نفرقش بيناتهم بورتون الحديدي البارح ما عملش مباراه كبيره لكن نمن به الاخر اوفنسيف اكثر معلول هجومي اكثر وراه ضد المنتخب شو معناتها تقارن في معلول والحديدي ما عنديش فرق بيناتهم معناتها اللي حاضر يزز يعني ما نجمش نخير الحديدي ومعلول فرد نيفو بالنسبه لي انا علاش خاطر كل واحد والخصال نتاعو كل واحد يظهر معلول اقوى الاقوى والاكثر حركيه والعمل الهجومي اكثر واللي باس اللي عديه انتوا اللي كيف الاخر ويماركي ويعمل ويقلب ماتش يعني زول نبيل معلول ولا يقلب ماتشات بصراحه فما في فازات قلب علي معلول في فازات قلب ماتشات انا تفرجت في الاهلي ضد الترجي ماتشات انا قلت هكا جوست حاجه بركه انه راو ضد المنتخب الانجليزي مانيش باش نلقاو روحنا نلعبوا في البلوك الفوق باش نستناهم اكيد جدا باش نعرف باش نتعامل مع المباراه علي معلول نعرفوا لا تون تاعو كي يمشي من الناحيه الهجوميه يخلي مساحات في ظهره وهذا مع رحيم ستيرلينغ ستيرلينغ ما يرحمكش ما يرحمنا رحيم ما يرحمش رحيم ما يرحمش اش في سقية اش عنده ليه رابيد برشا دينامو عنده دينامو ما لازم الحدادي الحدادي على خاطر ما يطلعش ما يطلعش وعلي معلول يعني انت مقتضيات المباراة يعني لكن انا هذيك علاش قلت لك ما خيرش بيناتهم على خاطر ستوبرو ليبيرو من بعد بالنسبة للزوز نلقى سيام بن يوسف ومرياح هذوما ديديو نلقاهم انا يتكاملوا بعضهم معناتها يكملوا بعضهم زوز سيام ومريح عندهم مدة من بعضهم وعملوا بيديو بي من بعد نجيو نلقاو الصخيري اللي هو طومبون صخيري فرجاني على اليمين لكن تقعد البلاصة اللي على اليسار ما بين بن عمر والشعليلي بن عمر عنده اصابه ما نعرفوش اسكو يحضر ولا لكن الحاضر اللي هو الشعليلي نتصور الشعليلي كومنتروزيان بيفو والثلاثه اللي قدام اللي هما في اوج العطاء نتاعهم اللي هو سليتي البدري والخزري الخزري للاصابه البارح دخلنا صابر خليفه ممكن كقلب هجوم ما عطاكش ينجم يكون الحل اللي هو العكيشي اذا نحبوا نلعبوا براس حربه صريح معناتها نوعا ما التشكيل على حسب المباراه البارح 85% بدات تبان فكره تبان واضح يلا مازال عندك سؤال امير في ربي شو رايك في دراسه اليوم باش تتعمل في الليل على العنف الرياضي اللي موجود في الملعب هل مثل هذه اللقاءات بمختلف باش يتلقاو مختلف الاطراف الجامعه وانسوتسويت والمؤثرين وعلم اجتماع وانسوتسويت وصحفيين واعلاميين هل هذا ينجم ينقص لنا العنف في الملاعب كيفاش ترى المساله انت وانت موجود في الملاعب كنا راحت ايه معقول هو احنا قاعدين نجتهد وقت شوف الناس تجتهد وتعمل في جلسات وكذا لكن مش كافي
العقل التونسي لازم يصلح روحه راه ما يغيروا الله بقوم انما يغيروا بانفسهم. معناتها نحن لازم نصلحوا روحنا خاطر نجم نعملوا اجتماعات ونعملوا عديد الاشياء لكن تقعد امورنا هي بيد. اليوم يلزمنا نتنظموا حتى في دخول الميادين. اليوم يا اخويا شو الحلول؟ انت كرياضي، انت رياضي واليوم محلل نوفره. وما زلت في المجال الرياضي شنو الحل؟ انت ترى في ترى في الضرب انت تبدا تحلل وترى في الدبيب زلت طايحه والضرب والفلامات والدنيا مقلوبه وكريسي مهزوز. انت كي ترى الصوره هذيك انت لو جيت في موقع السلطه شنو الحلول اللي تعملها؟ الردع نعمل دي كاميرا ثم نسمع شو تدخل الساعه للتيران كما موجود في اوروبا. ما عادش معناتها التيرانات اوروبا كل راهو حتى من الكيبات اللي ماهمش المستوى الكبير عندهم دي كاميرا في التيران. اليوم تعمل قاعه خاصه في خاصه باللي كاميرا اللي موجودين غاديكا والعنف تفيق بيه تعرف الشراره نتاع العنف منين تبدا تبع التيران تاعها كومبليتمون نجم تمشيلها قبل ما تصير. نقفوا الناس الكل احنا اللي استادي لازمهم يكونوا موجودين اليوم الاستاديه بار الحاكم خاطر راهو الحاكم ما يكون الا امني. الاستاديه راهو يقريوهم كيفاش يتعاملوا مع الجماهير خاطر ممكن اليوم الانفلات اللي رناه ما بين المواطن وما بين الامني هذيك اللي صعبت المهم وليت زدت شويه في العنف خاطر الامني ما عادش ينجم يتعامل مع المواطن والمواطن ما عادش قابل الامني. في الشارع المواطن يتعامل مع الامني وين المشكله غادي؟ علاش المشكله في استاد على خاطر هي النتيجه وعلى خاطر غضب وعلى خاطر التشنج والتصريحات الناريه. زاد المسؤولين يلزمهم زاد مسؤولين لهنا يلزمهم يكونوا حاضرين يعرف كيفاش يتواصلوا خاطر ميساجهم يوصل اخويا عبد الرزاق. برشا ممرنين يقولوا كلام ساعات تبت اشو يقول لك اللي يجي معناتها الناس ويزيد يدخل معناتها التشنج ولا ماذا بينا نكونوا كنا مسؤولين نستحفظوا على كورتنا ونستحفظوا على الميادين بتاعنا. راد سيدي ما تصلحش سنة 7-8 مرات منين الفلوس هذيك؟ فلوسنا احنا فلوس الشعب نصلح بهم راس الكراسي تتنحى معناتها هذه كل حسب رايك علاش تقصير السلطات المعنيه انهم ما قاموش بالاجراءات هذه اللي قلتها انت اللي هي سهله وممكن القيام بها في تقديرك علاش؟ ولات سياسه الحكايه نتصور ما نحبش نسيسها اكثر لكن انا ما نحبش نقول لازم نعمل دي ستادي. الاستاديه هذوما يقراوا كيفاش يتعاملوا مع المواطن. احنا اليوم الاستاديه في اوروبا يحط كرسي ويقعد اون بلوس الجمهور على الميدان 2 متر. عمرنا ما رينا الفوضى هذه وعمرنا في حالات قليله ماذا بينا نعملوا دي ستادي يعرف كيفاش يتعاملوا مع الجمهور خليهم حتى في وسط الجمهور باش يوعيهم نبعدوا حتى الامن ماذا بيه يبعد شويه على الاخر يبعد ما يحتكش برشا. تجارينا في الفينال مباراه النجم والافريقي وقت اللي الجماهير حبت تدخل في كونفلي مع الامن كيش بده يروح والجمهور اوتوماتيكمون بعد 3-4 دقائق على خاطر العقليه هي عقليه الجماهير في تونس عقليه مونتاليتي اولترا اللي داخله اليوم تونس في الجماهير الرياضيه اي اكيد ان شاء الله. انيس نحب نختم معاك خبر حلو برشا نجم نقولوا برافو الملك الجزائري اللي تأهل للدور الثاني في دورة رولان جاروس وبذلك يكون العربي الوحيد الذي يواصل مغامرة في هذه الدورة. العربي الوحيد انتصر البارح واليوم هذول زاد انتصاره الثاني حاجة تفرح قولوا له برافو سلموا عليه من تونس وقولوا له موفق وان شاء الله ما تقفش هوني يمشي اكثر القدام ورغم الامكانيات راهو ماهيش وان شاء الله المنتخب الوطني يمشي في كوب دي موند هذيك احلامنا الكل للدورة الثانية زعما كيفاش تكون تونس كي نمشيو للدورة الثانية باش تكون نوارة ان شاء الله تكون خضراء وكيما عاودوا باش نفرحوا برشا وصدقني الاقتصاد الميدور والاحتجاجات اللي ما تنقص حتى راهي الكوره مؤثر كبير طبعا الكوره مؤثر كبير في عقليه المجتمع وفي عقليه الناس صدقني كل شيء يمشي كان تمشي الكوره تمشي نقفوا مع اولادنا وندزوا معاهم وان شاء الله ربي يسهل لنا ونعملوا مونديال باهي اللي ما لا تعاود ترجع لنا الفرحه اللي تنقص التوانسه كل عندها مد انيس العياري الكوتش والمحلل الفني شكرا على حضورك معنا عبد الرزاق يعيشك. يلا نمشي وفاصل موسيقي دقيقة انتم على كابا اف ام تسمعونا دائما في الوطن القبلي خصوصا في الوطن القبلي. قبل ما نستقبل ضيفي اللي باش يكون الممثل القدير محمد العوني نحب نمشي الى ركن رمضان الخير. اسمعونا في رمضان الخير
رمضان الخير طبعا الركن اللي تعودتوا به واللي تحبوه، الركن اللي يتقبل معاناتكم ويتقبل حكاياتكم ويتقبل أشياء تعيشوها وتحبوا تبلغوا أصواتكم من خلالها. وطبعا أيضا من خلال رمضان الخير نتقبل مساعدات الناس اللي تسمع أصوات الناس وتساعدهم وتقف إلى جانبهم وتعاونهم في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان، شهر المودة والرحمة والخير. معايا على الخط طبعا التدخل الأول، حالة اجتماعية طبعا من معلمة من الحمامات اتصلت بنا، مش هي تعاني من المشكلة ولكن هي فاعلة خير باش تحكينا على مشكلة الناس أخرين. ألو. ألو عفتي مش عبد الرزاق. أهلا وسهلا بيك، مرحبا بيك، كنت قدم لي روحك. عايشكم. أنا مدام جليلة، مدرسة الجمهورية، معلمة. مرحبا بيك مدام جليلة، مرحبا. عايشك. مدام اتفضل احكي لي على المشكلة اللي انت حبيت توصلها لنا. به هو الموقف معناها أثر فيا برشا، هك عليش حبيت نتدخل بتبعتي نعرف البرنامج. أنا قلت معناها فرصة باش نعاون من جهتي. يعطيك الصحة، برافو برافو برافو، تستحق تصفيقة من المخرج متاعنا أشرف الساعة، تستحق تصفيقة لأنه مش مشكلتك وأنت حبيت تعاون، برافو. إن شاء الله معناها اللي نقدر. الأسبوع الفارس عنا امتحانات شفوي بدينا يعني واحنا داخلين للقسم يعني تلام بشدين صف، خرج لي تلميذ يجري وجهه مشكل عادة، قلت لك ما خير ما سمي له اسمه يظهر لي من عرشة، قلت له شبيك؟ قال لي عايش في سيدتي ما تعاقبنيش راه ما جبتش ادواتي. قلت له شبيك؟ ما في بالكم باش نبداو الامتحانات الشفوي؟ قال لي لا عايشك راه الدار تحرقت. وتشق بالبكاء معناها ما صدقتش، قلت له باهي خلينا ندخل. تقول انت بالكش في الخاطر ما عملش الدروس وانا ما حضرش. اي لكن مش بالدرجه انه باش يقول لي دارنا تحرقت. قلت خليني ندخلهم، دخلتهم ويعني اما هو رجع عاود رجع يجري للبيرو ورجع لي للمكتب المديره ورجع لي قال لي هاك ماما بحذا باش يكون حب ياكد لي اكثر صحه الاقوال نتاعو، قال لي هاك ماما في مكتب المديره تحب تقابلك. خليتش كون حذات لمبتي ورجعت مكتب المديرة، مشيت الحق لقيت المرأة مسكينة مصدومة وجهها ما نقول لكمش كيفاش التوى حتى كيف نحكي معناها باقي متأثرة بالموقف. بون حكيتي حق عندها عزة نفس ما شفتهاش عند ما شاء الله معناها الحقيقة، هي جيت مش على حاجة فقط، قالت راعي وظروف ولدي نفسية، هذاك الهدف اللي جات عليه. اي هذاك علي خطر على نهارتها، اول نهار باش نبداو في الشفوي احنا واضح انا يعني معايا انا. قلت لهم وحكيت لي الحكايه، قالت لي مع وقت المغرب يعني كيما جيت قبل بنها مع وقت المغرب هي داخله باش تصلي وبوهم معناها مازال ما جاش من الخدمه، مازال ما وصلش للدار. مع وقت المغرب جاه ولد هذا اللي يقرا عندي قالها يا ماما في بيتي هو قاعد يراجع الامتحانات، قال لها يا ماما راه في ضو يشعل من البريز في غرفته يعني في بيته في بيته، مش خاف هو ما مشى قال لامه ما جات الخيوط مسوا الكل في بعضهم وشعلت النار بيته، هو تحرقت جزء من السقف نتاع بيته تحرق ويظهر لي حتى الجدار يعني طاح حوايجهم تحرقوا معناها تلفزتهم بناكهم جراريهم معناها الموقف مؤثر على الاخر. قعدت نتبع يعني في الحكايه كلي توا هما مهمش في دارهم عند اقاربهم يظهر لي ولا جيرانهم ولا كريره هما دارا كريره ولا نتاعهم نتاعهم مش كريره نتاعهم هما توا مش قاعدين في الدار، هما قاعدين عند جيرانهم في انتظار اصلاح الدار، انتظار قاعدين يصلحوا حتى يعني بعد عيطت في كل اخر حس نقول وين وصلت وين. قال لي سيدتي بالنسبه للخيوط الضوء باش الالكتريسيان اللي يجي باش يصلح لهم، قال لي خاف ما حب حتى حد شكون يجي معناها الباري معناها الحكايه صعيبه شويه، لازم ستاك يلزم شركه الكهرباء والغاز ربما يلوجوا على البياضه يقولوا لهم كانش بعد رمضان يعني هما بعنا وقت اللي يعني وضعيتهم الماليه هم قادرين انهم يصلحوا ولا ولا في تقديرك انت؟ انا من خلال الوليد ديجا خارج الحمامات مش من الحمامات، والوضعيه الماليه ما همش قادرين، اما هما قال لك معناها يصلحوا اي يقدروا عليه
اما مش قادرين بشي. معناتها يستحقوا مدام جليله يستحقوا مساعده باش ينجموا يرجعوا لدارهم. يستحقوا مساعده. انا التلميذ يقرا عندي ونعرف ظروفه من قبل، يعني ما هوش قادر باش يصلح. واضح. نتصور هكا معناها ظروفهم خايبه شويه. واضح. وان شاء الله نتوجهوا للاهل كله بالرحيمه، وان شاء الله الناس اللي تسمع تعاون كل واحد من جهته بشويه، معناها ان شاء الله نوصلوا نلقاو ان شاء الله. يا ربي. مدام جليله انا نشكرك برشا لانك دخلت من اجل مواطن، شكرا لك. وان شاء الله كما قلت انت اهل البر والاحسان والخير في رمضان الكريم يظهر لي المساله ما تطلبش برشا فلوس، تطلب مساعده. هذه عائله تحرقت دارهم، ما عندهمش امكانيات باش يبيضوا وباش يصلحوا الضوء وباش يرجعوا التلفزه، وربما البنك والفرش والفرارش والامور هذيك الكل أتلفت. إن شاء الله اللي يسمع فينا في كابا فيم توا حالا يتصل بينا على الرقم، بطبيعة على الرقم 72 279 0 88، اللي يحب يعاون العائلة هذه. العائلة هذه ما هيش طالبة برشا فلوس، طالبة دارهم اتحرقت، الوليد يقرأ في المكتب ما عادش ينجم يقرأ، البو زوالي والأم زوالية، وهما رم ما طلبوا حد شيء. هذه معلمة دخلت باش تلفت الانتباه للوضعية الحالية متاع العائلة هذه. اتصلوا بنا على رقم 72 279 188. إذا انتم تحبوا تاخذوا أجر في رمضان الكريم. قبل ما نستقبل ضيفي نمشي الموعد الأخبار ورجعين. كله ما عادش عندهم تجهيزات. حب نقول اللي صار تفاعل من طبيب أسنان من جرومباليا، يقول الطبيب ذي اتصل بكاب أفهم، يقول انه باش يجهز لهم الدار الكل، يعني الموبل الكل، التلفزه ربما والتلفزيون والفرشات والفرش والصاله والكل كل كل، يعني تجهيز المنزل كامل. نحب نقول تحيه كبيره لهذا الطبيب، طبيب الاسنان من جرومباليا. وفضل ذكر اسمه قال ما تجبوش اسمي وما نحبش ندخل. طبعا حبش حب يقعد بينه وبين ربي، يعطي الصحة وبارك الله فيه. يعطي الصحة وبارك الله فيه، ونشكروه شكر جزيل وكبير برشا. هو قاعد يسمع فينا الآن، ونقول له إن شاء الله ربي معاك، وإن شاء الله ربي يجزيك خيرا وراو فعل الخير، إن شاء الله تلقاه نهار آخر. أيضا اتصل بنا محجوبي أعمار، رئيس مدير عام للكهرباء شركة سوليتكس. الشركة هذه سوليتكس هو رئيس مدير عام للكهرباء محجوب أعمار، يقول أنه التجهيز الكهربائي هذاك الكل نعمله ونصلحه بلاش فلوس للعائلة هذه. شكرا ليه. نحاولوا ناخذوه بالتليفون، ناخذوه معنا ان شاء الله. نحاولوا اذا هو موجود ناخذوه بالتليفون عليه. ومن بعد نمشي مباشره للضيوف بالطبيعه لمواصله الحوار. الو الو سي محجوب عمارة، اهلا وسهلا بك، مرحبا بك. معك عبد الرزاق الشابي، معك عبد الرزاق الشابي كابا فامي، اهلا وسهلا بك. يلا انت دخلت لمساعده هذه العائله، ها شوف باش تكون ان شاء الله المساعده على مستوى الشركه. يا سي محجوب بربي كانت تنقص شوي من الراديو بحذاك، سي محجوب يعمل فيكو اي اوكي باش نسمعو يعطيك الصحة. انا باش نزيد ندلل عليك سي محجوب، يلزم تبعث لي الدعم حتى شخص ولا زوز ولا غالب. الناس زويولة وما عندهمش وما ينجموا يعملوا حتى شيء بالحق. ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله نمدوك بالعنوان نتاعها. وبارك الله فيك سي محجوب، محجوب يا عمارة، يعطيك الصحة وبارك الله فيك، وان شاء الله نمدوك الناس. وشكرا لي. صوتي لك، صوتي لك،
شكرا لك. يعيش 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 بارك الله فيك. هي طيبه ليك سي محجوبي اعمارها هكا كما تكون نقطه تواصل بين الناس هكا الناس تمد ايدين بعضها. ونشكر المعلمه اللي فايقتنا الحاله هذه. برافو مدام جليله وهكا انت ربحت دعوة خير أيضا مدام جليلة. وشكرا للمساهمين اللي باش يعاونوا هذه العائلة وهذا دور رمضان الخير. نحب نرحب معز عاشور مدير مهرجان ليالي الصالحية التحق بنا الآن. مرحبا مستمعي كفافين. أيضا نحب نرحب بالممثل القدير محمد العودي. أهلا بك محمد العودي. أهلا أخوي عبد الرزاق. أبقى من الميكرو محمد. ومرحبا بكافة مستمعي كفافين. محمد ما شفناكش في التلفزة. مرحبش بيا محمد. مرحبش بيا. خويا سمراني صديقي رشيد عمري مرحبا بك. محمد ما شفناكش السنة ما لقيناكش ما فماش كما لك شيء. والله يا خويا عبد الرزاق كما يقولوا فيها يزداد غبا تزداد حبا. زر غبا. اختيار منك؟ ازداد غبا تزداد حبا. اختيار منك؟ لا شوف بالنسبه للمسلسلات ولا بالنسبه للدراما انا في العاده ما نمشيش كاستينجات بكل صراحه. عمري ما مشيت شديت صف في كاستينج باش. علاش ترفض الكاستينج؟ والله خاطر اربع كعبات في تونس معروفين كانوا يفكروا في الشكل نتاعي وعندهم حاجه في 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 البروفيل نتاعي يتفضلوا يتصلوا بي في التصف. خدمك قبل اللي خدمته واللي جاوك بلاش كاستينج؟ والله بلاش كاستينج. حتى في المسلسلات؟ حتى في المسلسلات. حمد يعرفها الله يذكره بالخير. ريحه فرنان. عيط لي بالتليفون ولا بعث لي حتى لداري جا شكون نسكن في المحافظيه وقتها جاني حتى للدار. حس اللي انا كذا. لمين نهدي فعلا جينا زاد كذلك كيف كيف كنت فرقة المسرح الشعبي قبل حتى ما نخدم مع رؤوف كوكا. وهذا اللي ما يعرفوش العباد اني جيت معنا من نادي عبد القادر جلبي في سلسله على الجينه. اي سلسله حلوه تذكرها. اي نتذكرها على الجينه. اي طبعا. بالمناسبه انا نقول ولو كالتلفزه الوطنيه تعاود على الجينه توا تو تربح اوديمات كبير. أي. صدقني على الشيء اللي عديوا فيه توا ومش حتى مقارنه بالموجود بيان سور مش حتى على الجينه. هذا على الجينه حاجه من الحاجات انا راني نذكرها من خلال خل نرجعوا زاد للصحين التونسي يا ودي ما صاروا يرجعوا لهم ميتراكي وكموشه توا توا تشوف سبونسرات لها بتوع التلفزه الوطنيه كموشه وميتراكي انت عزدين بريكا شناب هاي تصدق بالله اخوي عبد الرزاق البارح انا في الحمام خرجت من الحمام بالمنشف نتاعي بلك ويعديوا في عزدين بريكا شناب في الراديو اقسم لك بالله العلي العظيم شطر الحمام يقهقه بالضحك على شناب على شناب يعني ولد عروسيه شيخ على الجينيريك على الموسيقى العزيزه الغاليه وعلى التفتليك النظيف الحلو البنين اللي قاعد ولتو قاعدين يمشمشوا في شناب في الاذاعه الوطنيه لتو ثم خليه نتاع انتاج تضرب في النوم تو تضرب في الشخير ويعملوا بحاجات لا طعم ولا رائحه وفما ممثلين غادي في الاذاعه الوطنيه انا بكل صدق نقول وتعرفت بصراحتي انهم عندهم حتى علاقه بالتمثيل واحد نعرفه يخدم في متن حماس والاخر يخدم في الكنام والاخر يسرقوا في قهوه حطوهم قدام المسرح ويمثلوا عيطوا لهم اللي مسؤولين على التمثيل تو انا قلبك معبي يا محمد قلبي معبي بصدق لاني نسكن بجنب الاذاعه وما عيطوليش وقت اللي انا كي جربت اربع سنين تالي مسلسل اذاعي اقسم لك بالله هاش سمران يشهد المدير بتاع التلفزه بتاع الاذاعه وقتها بعث لي يشكر فيه قال لهم هاو الصوت اللي نستحقوا لي اللي عوض لنا محمد بن علي ويعوض لنا شناب هذا يا ما محلاه خذوه معاكم يا جد الدنيا دنيا راني ترسمت غاديك بما اني عندي منقول لا وعندك انا نسكن بجنب الاذاعه الوطنيه وما رسموكش في الاذاعه ما رسمونيش في الاذاعه الوطنيه والمحلات ما حشتش يرسموني حتى حتى كمتعاون خارجي يجي باش نضيف لهم ما عيطوليش وعيطوا البديل النكري اللي ما عنده حتى شيء وهذا شيء اللي مو لفايده باش ماشي نرجعوا للكاميرا كاشيه انت تعرفت بالكاميرا كاشيه محمد العودي وكنت تعد في كاميرا كاشيه مشيت لفرنسا وعديت اليوم علاش ما عملتش كاميرا كاشيه؟ والله بكل صراحة أرضيات الإنتاج غير متوفرة وهذا شيء تعرفه واللي نصارحك به أنت ونصارح به السادة المشاهدين بكل تلقائية كل المستمعين عفوا أنه جل اللي يخدموا في التلافز البريفي هذه في النوعيات نتاع الكاميرا الخفية لا فائدة في ذكر أسمائهم في كل القنوات
صدقني ومن مصدر وثيق، واللي يحب يعكس كلامي يجيب ما يثبت اللي انا غلط يخدموا بلوشي. شو معناتها بلوشي؟ بلاش فلوس. شو بلوشي؟ مقابل انه يمد وجهه، مقابل انه يمد وجهه في تلفزة يقولوا له بلاش. يا اما يخدم بلوشي، والا اذا كانوا فريمون شخص اللي كومبيتون يقول له جيب سبونسور يكون يخدموا مع بعضنا. ايه دونك هي معمول به في التلفزات. ايه يعني انت تعمل كاميرا كاشي محمد عود، تعمل كاميرا كاشي تجيب تلفزة اكس تقول لهم انا باش نبث الكاميرا كاشي دي وقت الافطار، الاشهار اللي يجي يقتسم بين التلفزة وبينك انت. هذا المعمول به، ماهوش بلاش. هذا المعمول به، هذا المعمول به يحكيك على البوبليس اللي قاعدين يتعداو تو من غير ما نطيح في البياج نتاع قبل نتاع اني نسمي الاسماء ولا فايده باش ما نزيدش. انا معروفين، انا مانيش ناقص مشاكل، مانيش ناقص ولحم تحلوه في الميديا، وكل ما نقول حاجه اللي ما تكسر عليها الدنيا ويجيو يعملوا رد ومن بعد رد على رد ومن بعد رد على مين بولي فيضانات تاع ردود. ايوه انت شخصيز ماني موجوع موجوع الزوج اخويا اللي كل حق رسمي تشق رسول الله نكذب عليكم. فحتى في التلفزه الوطنيه الموتى قاعدين يخدموا على الحيين، الموتى توا قاعدين يدخلوا في الفلوس للحيين. توا سفيان الشعري قاعدين نمشوا فيه، فما مسلسلات وقاعد تجيك سبونسورات، وهو الله يرحمه ونعمه في الجبانه يعني يمول فيها من القبر. ايه عيب تنجم تشكي وتقول في بالك لا تنجم قضائيا تنجم اذا وجهه هو قاعد يتعدى ولي سبونسور قاعدين يتعدى عائلته عندها نصيب. بيان سور فيها وعليا فما قانون فيها وعليا فيها وعليا فيها وعليا. على فكرة خويا سمراني ماك تحب العناوين كيما هكا تهبط بعض في الانترنت. ها عنوان حلو ما نعرفو كيفاش معنا القيدوم هذاك المعلم فهمت عبد الرزاق تاع القلم النظيف. انا خدمت مع عبد الرزاق الشابي في جريده اضواء، عطاني فرصتي وانا صغير، عطاني روبريك نتاع باش نعمل فيها سكتش بالدارجه في جريده اضواء. انا سيد الفن طلع لي راح ضربني زهايمر ضربني يا سيد عاد مذاك كان هذا العوادي خذ همس وزعنا من حلوين. عندك عز الدين بريكا، عز الدين بريكا ميت ويدعم في الاذاعه الوطنيه من القبر نتاعو ميت شناب شناب بشناب اللي هما كخليط انتاج راقدين وشناب قاعد يدافع عليهم من جبانه. اعطيني العنوان الثاني. والعنوان الثاني سفيان الشهري يدخل في سبونسورات من الزلازه معناتها يصرف على التلفزه يصرف على التلفزه لتو وهما بفلوسهم لتو. اعطيني حاجه فهمتني شدت العباد في التلفزه الوطنيه اللي هي جهاز حكومي واللي هي شنو تفرجت شنو ريت في رمضان السنه هذه خلينا نحكي تحب بكل صدق وبالمختصر الشديد نحيا على شورب وتاج الحاضره والاخرين الكل الشكاره والبحر بصدق لانه اجا نفسر لك بين بالكشف نسيت العزيز للامانه ما نحبش نظلم الناس ما شفتهاش لاني حفيت عندي شخصيات حفاو في ما عنديش رغبه باش نشوفها وما نحكمش على الجديد لاني ما شفتوش باش نحكمش على العباد. لكن السيت كومات ذات المساحه المغلقه اخويا عبد الرزاق اكدت التجربه عدم نجاعتهم. اش معناتها ذات السيستيم امريكان هذاك في وسط مساحه واحده ونعملوا 30 حلقه في مساحه واحده في ديكور ثابت زوز ماكس دو ترو ديكور هذوك ما اثبتوش نجاعتهم ونجاحهم لتو وتحس ما فيهم حتى واحد ضرب ضربه باهيه شدت العباد حكاوا عليه. نرجع معاك ولو نسرحت جو صوت دو كوكا لان كيفاش يقولوا نسيتش نرجع للكاميرا الخفيه. احنا كي بديناها انا وروف كوكا كنا من الاوائل وللامانه وهذا الشيء ديما نقول فيه ونذكر به في اللي يقول الحق اول واحد عمل الكاميرا الخفيه هو رشاد بلغيف مخرج رشاد بلغيف وحاتم عماره قبل روف كوكا في اواخر الثمانينات 89 88 87 حاجه كيما هكا وقيدوه رشاد بلغيف. ولكن من سوء حظ رشاد بلغيف انه عمل فكره فيها بيبي صغير والبيبي عطاوه الواحد هكا كانه نوع فوتو باندي هكا خلاوه عنده زر شو طيش وهكا بتاع شعر اللي صارت له مشكله في البيبي وصلت للتلفزه الوطنيه و وقفه توفيت التجربه
وهي جنين لم مات ماتت قبل أن تولد ماتت قبل أن تولد أعطيكم للتاريخ. ثم بعد عملنا حصة اسمها عندما يأتي المساء أنا وروح موكا كانت حصة رائعة وراقية وجدا فيها تصوير وحصة أنتيكة كما نقول أنتيكة والجو التونسي مش الصوتيتش نتاع توك اللي حتى كتعاودها توا تنجح للأمانة. فالمخرج هشام الجربي الله يرحمه ونعمه وكان فيها عبد الحميد قياس وسليم محفوظ والعبد لله وكانت حاجة رائعة جدا. وقت اللي جاتنا جوائز شاركوا بها في مصر وفي غير مصر ونالت جوائز كبيرة عبد الحفيظ الهرقام اللي ساعتها وقتها كان مدير العام تاع الإذاعة والتلفزة فهمتني هو اللي أعطى إشارة الكاميرا الخفية أول شخص أعطى إشارة الكاميرا الخفية الهرقام. هو عبد الحفيظ الهرقام ساعتها مدير العام للإذاعة والتلفزة التونسية أول حلقة صورناها للتاريخ قدام البيرو نتاع نجيب الخطاب الله يذكره بالخير والعبد لله كنت في الشارع نعملت يا ربيع العمر غني يا ربيع العمر غني 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 تو ذكرت هذيك الاولى وجات بعدها امي فيسا وجات بعدها لا تدين الا نذيك نتاع الحنوشه وحصلنا بعد كانوا عناوين 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 في الكاميرا كشي يلا بوب ونرجع لك بوب نخرج بوب ونرجع لك. محمد العوني نحكي معاك على الكاميرا كشي شنو رايك في الكاميرا كشي شلوم وفي قرار البارح تم قرار قرت الدائره الاستعجاليه بالمحكمه الابتدائية بتونس أمس الاثنين منع بث سلسلة الكاميرا خفية شلوم توقفت ما عندها حتى علاقة بالكاميرا الخفية إذا كان يقول كيفاش تراها أنا راه عمل استقصائي اللي يحبوا يسميه يسميه ما عدا الكاميرا الخفية ما عمره ما كانت كاميرا خفية هذيك وبكل صراحة حتى كان وقع حكم في إيقاف هذا البرنامج راهو روتار برشا كانوا من النهار الاولاني وقت كانوا من الاول تقول من الاول من الاول اي ثم العمل هذا يا خويا عبد الرزاق من وجهه نظر نتاعي انا العمل هذا الجهه الوحيده المؤهله واللي عندها الحق باش تعمله هي وزاره الداخليه وقت اللي هي تبدا تفركس على الخونه وحاشات شكه في عبد خاين البلاد تعمل له الحصه هذه وهي من خلالها توقفه وتثبته ما عنده السيد هذا اللي دور وزاره الداخليه مش دور وزاره الداخليه مش دور الكاميرا كشي بيان سور معزي شنو تعليقك؟ معقول معقول في سلسله الاستخبارات فهمت ولا الداخليه وامن الدوله هما المؤهلين باش يعرفوا شكون الخاين وشكون مش خاين ويعملوا له اي شيء من هذا القبيل باش يكتشفوه وهما اللي يحاكموه مش في حصه تلفزيونيه وقت البريكه وقت الاذان واحد صايم يتفرج في عبد معناتها يتفرج في حاجه مقززه من نوع ذاك فيها مس من سمعه البلاد لانه ويفتخروا فرحانين المعدين بالانتاج نتاعهم كيف عداوا عشرات الخونه وفضحونا قدام التلافز الاجنبيه وصلت ولد والصوره نتاع تونس مسخت انا والله يا عبد الرزاق يا خويا ناكل الحجر وما نبيعش بلادي ناكل الحجر وما نتجربش بسمعه تونس وهاني ثلاثه سنين ما نخدمش ومانيش مستعد نخدم الافكار هذيك وهي بيدها مستنسخه على ماخذينها شافوها في تلافز في نوعين بالبرا محمد العوني اذا توا ما خدمتش في التلفزه ما خدمتش كاميرا كاشي وما عيطولكش في المسلسلات اليوم محمد العوني شنو يعمل؟ والله لا اله الا الله محمد رسول الله نعيش من محبه الناس وما نرخص روحي فهمتني ثم اذا كنت تسال محمد العوني سؤال هذايا انا ماذا بيا مع محمد العوني توجهه للمنجي العوني اللي هو اقدم مني واكثر مني انتاج قبل ابداع وكاريير وعمر اين منجي العوني قبل ما تسال محمد فما زاد ربما اختيارات لا وين نور الدين بن عياد وين الازهري ما تراش اللي هما بعده وين عبد القادر المقداد ما تراش اللي هما بعده وحدهم لا بيني وبينك ايش نقول لك كل شيء ما تراش اللي زاد انتم تتحملوا مسؤوليه انكم محمد ما واكبتوش ربما المرحله الجديده اللي دخلنا فيها باسف شديد يعطيك الصحه خلينا نحكي لك على المرحله القديمه والمرحله انت ربما اقل منهم راهو يعني انت وكانك واكبت شويه عليهم انا ناس مظلومه اكثر مني انت حاسه عليا انت تراني في الحقل الابداعي وتتاسف كيفاش انا غريب نعرفك لانك تعرف نعرف المعدن نتاعي ولكن هاني اعطيتك ناس ما اكثر مني حجم واكثر مني
ما كان وهما بيدهم غيبوه ما غبش كان انا غيبونا هو الارضيه ولات غير قابله باش نخدموا فيها الناس هذوما اللي نحافظوا على الانفه نتاعنا وقدرنا هي كانت قرن المنوعات القديمه بالمنوعات الجديده قبل الواحد المنوعات نتاع نجيب الخطام الله يرحمه والا هلا الركبي الله يطول في عمرها اكل المرأة طيبه ونظيفه فهمتني كان كي يتعدى الواحد في الحصص هذيك من غدوه كي يهبط يحس بالصدى نتاعها في الشارع ويحس ويزيدوه طانتو في مكان اليوم مش تحس في الصدى كي تعدى في المنوعه التلفزيونيه نحس بروحي كانهم حاطيني في لينك نتاع بوكس محرشين فيها زوز بوكسيرات باش ناكل تريحه ونروح كي نشوف مريم الدباغ كيفاش تصرفت مع العربي المازني اخر مره عيطوا له انفيتي ومسكين عنده مسرحيه جديده حاضر فيها وفرحان في بالك باش يعمل بروموسيون اول حاجه الساعه دخلت له بها مريم الدباغ قالت له انت ماست لاست وما تضحكنيش وراك ماست كنت هكا قدم هو اقسم بالله برجع اليوتيوب وشوف انت اذا كنت خاطر تجتهد وتخدم ما عندكش وقت باش تتفرج اما انا نذكرك فيها برحل ملي خلطت قالت له انت ماست ما تضحكنيش حتى ولو كان ماست هل يعقل كانت عندنا اخلاقيات باش نجيو الفنان نستعديو في حسن نجيب الخطاب وما ادراك وقت كان ينبز زعما ينبز يسميوها ينبز وقتها يقول كلمه هكا فيها شويه نقد يسميوها نجيب الخطاب ينبز برش الله يرحمه فهمتني ولا في الاذاعات توا زاد كيف حتى ليزيميسيون راديوفونيك يعيط لك وقت اللي عندك اشكاليه كان عملت حادث مرور ولا عندك نفقه ولا عندك خطيه جاتك فهمتني عملت حادث رجنوه يعيطوا لك الجراو ولا شكات بيك صحفيه ولا واحد ضربك ولا الملاك يعني مدرسه جديده تاسست للتعليم مسمينها مدرسه البوز واللي هي تعيسة مدرسه معناتها تبدع تاخذ اوسكار في امريكا يمكن ما تلفتلكش نوف الورتاني ولكن تاكل تريحه ولا فما ولا تعمل عركه ولا مرتك شكات بيك على النفقه يجري في جرتك باش يعيط لك باش يعديك وهذا الشيء اللي يالم انا توا والله العظيم لكن ما نعموش البرامج الكل ما نعموش لا لا 90% 90% توا 90% اسمع اول حاجه الساعه مستنسخين على بعضهم تلقى حصه تلفزيونيه ذي فيها واحد اجنبي وتمشي الحصه الاخرى هذه فيها واحد شنوا فيها واحد روسي الاخر واحد اسمه جوال امريكاني ساعة منسخين على بعضهم هذا عاملين وحده بروفوكي تزلع في العباد الاخر غادي يعملوا الاخر ما غير ما نسميهم تعرفهم تبروفوكي في العباد وتزلع الوحيد اللي ما تاثرش لكن هاي الناس تتفرج في مدرسه الزمن الجميل هو عبد الرزاق الشابي ما غير ما نرمي له الورد لليوم شوي يعني شوي لا شوي. لا مانيش ما هاو يتفرجوا في الـ في الـ في البرم ريت الحصه الاذاعيه هذه كما جيتش انت فيها والله لنجي لاني وليت اليرجيك على الاذاعات والتلفزيون بصفه عامه لا انا ما محمد صدر. انا تعرف شو نقول لك انا نعرف موهبتك ونعرف قدرتك على العمل بالعكس يلزمك تحارب الى اخر لحظه وتحضر في البرامج وفي التلفزيون وفي الاذاعات وتعمل كاميرا كاشي وتعمل مسرحيتك وانت عندك شركه انتاج انا نعرف وانجت برشا مسرحيات ناجحه يا خويا وتشوف اللي معاك شكون والناجحين وانت معاهم وتواكب وراو تنجم تخدم وتفك بلاصه كبيره على الضمار اللي عندك وعلى التلقائيه اللي عندك وعلى الصدق اللي عندك. انا راهك. اما من خلال المزح نتاعك انت نحب نوجه نداء لكل المنشطين كفاكم نميمه وكفاكم فتنه عيب راهو مش الكل بالطبيعه. لا مش الكل بيان سور طبعا مش الكل. انا عجبني مثلا الهادي زعيم عمل حركه نبيله نشكره من خلالها من خلالكم نشكر البارح وقت اللي عدى الدلاجي يطلب السماح مع عند بيا وتسامحوا وتصالحوا وضحكه وفرحه وعيدك مبروك اختي وانت محلاه حلو كيف كي يجي منشط يقرب مش يفرق يقرب مش يفرق لانه كلامك حلو محمد نمشي فاصل موسيقي ونرجع فنانه محبوبه يحبوها الناس الكل يقول الناس الكل صعدت صاروخ صعد في 3 سنوات الاخيره اكيد تعرفوها تشيخنا بلبنان بالضحك بالشتيح بالذمار كل شيء تغني مليح وخصوصا في الشعبي المصري وفي ام كلثوم وفي اللي تحبوا انتوما تحب الراحه زازا سلامتكم عسلامتكم الكل رمضانكم مبروك كل عام وانتم حيين يلا زازا نقول لكم ميرسي على الاستضافه عبد الرزاق وعبد الجليل عزيز وغلينا اكيد وتحيه كابا فيم اللي في اوائلي ومن اوائلي واول ايامات عندي في الدومين هذايا حتى تلقايا جيت على كابا فيم على كابا فيم نرجع لك زازا ولكن نحب نمشي لمعز
ليالي الصالحية هكا. أي كي نحكيوا على المهرجان هذا شو نجم نقدموه شو نجم نقولوا عليه علاش رجع بعد في دورته الثالثة هذه؟ هذه دورته الثالثة معناها احنا قمنا بدورة أولى من لا شيء بعد استحسحناها معناها استحسننا المسألة لأنه نجحت الدورة الأولى فانطلقنا في تهيئة للدورة الثانية وكل عام من نجاح النجاح لكن توا بدا يلقى ثنيته ما تعرف انت المهرجان كي تاسس من الاول فبني فماك الاختيار ارتباك ارتباك والاقتراب نوع المالك تو بدا يلقى ثنيته بدينا نعملوا اقصى ما يمكن ان نختاروا شباب جديد نساعدوهم ونخدموا على الكوم اكثر ما يمكن عملوا المثال احنا اللي عرفنا بعرض ديسليكسي اللي تعرف برشا بتاع محمود تركي وعلى اثره مشى يعرض في الحمامات الدولي اثناء في البرمجه هي متنوعه البرمجه مش لازمنا نقول فما سؤال تنجم تطرحوا لي كما تطرحوا لي الاخ علاش ليالي الصالحي علاش الصالحي علاش الصالحي سؤال لانه المدرسه اللي او المكان او الفضاء اللي يتم فيه العروض هي اسمها مدرسه الصالحي تاسست وكانوا بيتوا فيها طلبه جامعه الزيتونه وبيتوا فيها حتى مؤلفين معروفين وحتى ابو القاسم الشابي في وقت ملاقات السكان غادي المكان الفضاء عنده شارم في ناس سيدي بن عروس يفطق حاجه مزيانه نتاع رمضان اخترنا عروض متميزه ما بين الموسيقى وما بين الشعر وما بين الدراما سنا باش نتحدثوا على بعض الاعمال الفكريه اللي صارت في في مخصص خاصه في المسلسل شورب اللي صار عليه برشا احاديث من 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 نواحي ثلاث من الناحيه الفنيه ومن ناحيه الانتاج لانه تعرف العائله دخلت وفهمتني ولا وشكات وغيره وكذلك في تنزيله في الظرف الاجتماعي والتاريخي وغير ذلك شنو هي علاقه شورب اللي نشوفوا فيه التوانسه بشورب الاصلي ان شاء الله باش نسبعوا المخرج المنتج نتصور مش علاقه شورب هذا بشورب الاصلي علاقه شورب باطفالنا علاقه شورب بالفئه الحاليه يعني بث مسلسل كيما ذاك هل له تاثير على اطفالنا خصوصا كي نشوف انا نلقى في منطقه من المناطق أن ولد عمره 13 سنة ياخو سكينة ويقتل ولد عمره 17 سنة ويقول لولد أنه متأثر بالمسلسل هاو الجراف هاو المشكل هاو الحكاية ما حيواجه يتفرج في المسلسل يعني حتى أمه قدم تزي يتفرج في المسلسل وقت امتحانات كيف صغيرة تقول تزي العائلة ما نموش يسر نحن أعمالنا سي عبد الرزاق تقول فيه مهم ما يقول لك التلفزة زادة تدخل للديار ثم برامج ديما التلفزة تقتحم الأطفال هو يدخل فيه مهم سي عبد الرزاق وبشي يزم تسأل سؤال لكن في تاريخ السينما التونسية هذا بالحق نتيجة تأثره بالمسلسل في تاريخ السينما التونسية وفي تاريخ التلفز العالمية والسينما العالمية راه وقع الاشتغال على سفاحين ومعناها مجرمين كبار فهمتني ولا لكن طريقة الطرح ديما علاش نقول ادخل المدخل الفني تتعرف الحقيقة فهمتني الشخصية مليانة معبية فهمتني اللي فما ستركتور دراماتيك في الصحيح في المسلسل هذا مبني السيناريو بالصحيح فبني هذا مهم باه يعطينا بقيت البرمجه عندنا العرض الاول غدا ان شاء الله سي ياسر الجرادي مع فرقته الموسيقيه الاوركستر السيمفونيك باش يكون عرض متميز على الاخر تجربه جديده وحلوه برشا نهار واحد جوان اللي هو باش يجي نهار الجمعه مع مريم عزيز هذه مختصه في الاندلسيات فلامينغو عربي وسبانيوري نهار اثنين فما بنيه اسمها هاجر سعاده تو تكتشفوها تغني اغاني الشيخ الامام وباش تعملها سهره على فلسطين لازمنا نذكروا بفلسطين وديما خاطر شيء في دمنا هذاك بشكل كبير دونك عندها لون مزيان ياسر توزيع حلو ياسر جديد نهار ثلاثه ان شاء الله كان تسمعوا به عباس مقدمي اللي هو مختص في اغاني عبد الوهاب هكا مهرجان المدينه ومهرجان نحسوا هكا بنفس خاطر في رمضان باش يسمعوا برشا لونك الناس ما يمشيوش باش تسمعك انا نحب نمشي انا نحب نمشي في رمضان نتفرج في نهار الاثنين باش اللي هو مش كوميرسيال مش كوميرسيال مش تجاري ما تبعثوش على فلوس لا ما نمشيش انا قسمت هذاك هو الفضاء كان هكاك تجيب زازه تعبيها كل غادي جمله ما المهرجانات لازم يكونوا هكا مش تجاريين ونختاروا اللون اللي نجموا ندعموه في الكوميونيكاسيون في الواحد باش
نجم يوصل. نهار أربعة اللي باش نقوموا بزوم على الدراما 4 جوان نهار اثنين باش كما قلت المخرج ربيع تكالي ان شاء الله هو سي لطفي العبداني ان شاء الله وربما والمنتج نهار 5 جوان باش يكون عندنا خدمت فيه انت ولا نجلة لا 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 نجلة انا راهو عجبني عجبني الدور انك انا مش دور نجلة باش نكونوا واضحين ماهوش دور نجلة اللي جاني جاني دور حلو برشا لكن انا التزاماتي ما نجمتش انا برشا حفظ جيني هكايا اما الحفلات البرا جيني ايوا شنو الالتزامات اللي منعك اللي انا في الجاب وقت انا نخدم البرا وعندي حفلات وعندي عروسات ما نجمش انا نجي سبق التربيه وقت لهم كونترا ونغش الناس ونجيهم كلهم هذا الفنان المحترف ونجي نقول له سامحني راني عندي خدمه لنفسي ونهرب لخدمه الناس الاخرين عندي التزام ان شاء الله عارف نجي وبعد هذيك كل ان شاء الله في نوفمبر داخل معاك في فيلم سينما يعني بالحق بالحق حاجة دونك زازا تهدد السينمائي بالحق عبيرة عندك سكوب زازا في فيلم سينما في 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 شريط سينمائي وباش تكون بطلة زازا مع مخرج كبير لا مش بطلة تيم بالبطلة رول مهم لا لا باش يلعبوا عليك يقول لكم مش بطلة لا 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 شوف لا سامحك دقيقة المخرجين راه نعرف عارف شو يقول لك يقول لك راه ماهوش دور أول اما راه باش يستغلك استغل صوتك نحب نحب يستغلني في التمثيل قولي عليه قولي عليه باش يعطيك اقل ساعه مش مش كنت فلوس يا عبد الرزاق ديما دي كيك قبل كنت نخلص فيه شوي نخدم اما 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 الرول شو تخدم بلاش ما نخدمش بلاش رول مهم زازا تخدم بلاش علاش بابا ولا خويا صحيح اخي هو جايبك عليه سامحني سامحني زيد زازا علاش هو جايب زاد جايب برشا فنانين توانسه يعني معليش انت بالذات انت على خاطر قاني مراه بابا يحبوا تو ماشي يحب تعقل لك بوجه محروق ولا تلقى خدم مسلسل يتسمك لا لا انت تبيع انت تبيع انت تبيع هو كان بليز كامي انت تبيع انت كان يحط اسم الشريط زازا تو يبيع تو يبيع اجا تو يبيع اسمع ما يجيبش كيكا ولا نحسبناها كيكا لا هو تشوف هو حسبها لا حتى هو اللي والله لا حتى نقول لك علاش وقت اللي شكون المخرج؟ شكون المخرج؟ ما تقولش عليه تحكي على المخرج ولا والله قول لنا على المخرج ما نجيبوك بحثك المخرج هو اللي يحسب المخرج لا لا المخرج انا حكيت لك جايب المخرج مش المنتج وقت اللي هو يتفرج في سيكونسيتي وقت اللي عملت فيديو كليب على شيء لا لا انت ممثله راه لا فريمون حركاتك شو حركاتك واحساسك شو انا نعرفك وين راك وانت ماكش مشهوره والله يا زازا اول قلت هيك نبدا نتفرج فيك نقول سبحان الله الطفله هذه موهبه متكامله مش في الغناء راهو حركات راهو نشاط راهو تبارك الله تبارك الله تبارك الله في الوقت هذاك نقول يا ربي ستاتي الفرصه وحدي هكا نقول حتى مش على يدي انا ممكن مش على يدي انا على يد ناس اخرين فهمت اما باش تجي الفرصه المراه هذه باش تترشق لان ماهيش مطربه كهو يا ودي شوف عينيها انت كي تتكلم الحركه كلها دونك زازا احساس زازا روح مش كان صوت بركه راه والله والله وهذاك سبب وهذاك الوجه المخرج راه باهي خلنا نسيب السؤال عجبك دور نجله تفرجت ولا؟ اي اي قدته بالكدا نجلة راه قدته بالكدا بالكدا انا الحقيقة ما تفرجتش دونك لا لازم كيف تفرجت في نجلة؟ تقصد الكاستين تحب نجلة تغش عليها نجلة يا عم تغشى توا ساعة ساعة نجلة والله العظيم متغشى معناتها انا ما وصلت يا عبير عنوان نجلة متغشى لعبد الرزاق يا عبير في التليفون ماني مانيش ياسر التليفون زازا وانت تعرف دونك هي تطلب بتيتر ما تحصلتش عليه حسيتها في الانترفيو ولا متغشمه لا اما انا شفت ايش عندك تجارب قبل راسي ما اي في مصر اي مثلا الوغ يعني الكاستينج وقتها شوف حتى الكاستينج باهي يعني عارف الكاستينج باهي هي في مخاطر وهي موهبه عرفت اي بيان سور شو واضحين مش واحد ما عندوش باش يمشي لا ما عندها تنجم تنجم نجله تنجم توثق على كل باهي جبدنا نجلة على خاطر سهريت شورب زوم على الدراما نهار 4 جوان اوكي اوكي مريك نكمل نهار 5 جوان عندنا أمسية شعرية مهمة برشا مختصين باش نجيبوا الفنانين اللي يقراوا الشعر
كيما راهو ما نعرفوش تعرفوا اللي نوري بوزيد راهو كل شعر نجيبوا نور الدين الوردي كل شعر نجيبوا المكي هلال مكي هلال هذا وباش نجيبوا جليدي العويني اللي جليدي العويني هكذا دونك باش تكون سهريه متميزه كل شعريه متميزه على الاخر مع عازفين بالطبيعه متواجدين البرنامج حلو معز الغالب عندي الاخبار من نجم نحب نكمل 6 7 8 و 9 نمشي اخبار ونرجع كبريتو برشا منشطين وبرشا منشطات معناتها منشطات وبرشا ممثلات تفجعتوا كي ريتو بلاش مكياج زرق الكل طلعوا بالله العظيم شوفوا زازو قداش وجه بيبي وقداش مرتاحه سو مكياج انا كي دخلت قلت لها والله سو مكياج خير خير من بالمكياج عندي انا صرتوا تفهم في الجمال تفهم في الجمال الصراحه شنو تقول؟ نجلة بلا مكياج؟ نجلة بلا مكياج باهي يا رزوقة؟ لا باهي يا مقويكم الزوز برجولي باهي زازا شفناها في الاستديو نجلة وين شفتها؟ أنا ريت زازا ما زلت ما ريتش نجلة زدت ما ريتهاش؟ يلا أي زازا رمضان كيفاش تعدي؟ رمضان رمضان بابا في العمرة ربي يجيبه على خير ألوغ نمشي أنا بحدا أمي وهي تعبه شويه ليمت شويه هكا السكر والدم نحن رانا عايش الوغ زدت دلول شويه انا نمشي نطيب شقه الفطر في دار امك اي في دار امي اي وتمشي انت وراجلك انا راجلي ولدي يرحم والدي راجلي قال لي امك معناتها شقه الفطر الكل في دار امك اي في دار ما في دار ما وكان عمل شي نهار هكا لدار حميتي ونرجع اما امي وحدها فهمت كيفاش واخواتي في الدار الوغ نطيب انا وهي راهي الشيء باخواتها على الاخر بما واخواتها على الاخر وعلى الجيران اللي غادي في حبتهم يودي شيء غريب وين تسكن خلينا نجي نسكن بعدين انا تربيت في دار البو والام ما يقعدوش يتعشيو الا مصغارهم الكل يتلموا قدامهم قعدت في ناس سنين كبيره نقعدوا نحن لازم نتعشيوش وحدنا ما يقعدش كل واحد في بيته وحده مش واحد يتغشش يقعد في بيته وحده مستحيل هذا مستحيل يعني كره عند عبيد بس ساعات نقعد غريبه نقول شبيه ما تحكيش مع خوها ولا مع بوها بتجيني غريبه خاطر بابا ولا امي بالوقت في ليلتها وفيه كل شيء جينا قلوبنا بيضه اللمه لازم منها هو رمضان يجي من غير لمه ما يجيش مش رمضان من غير لكن نقول لك رمضان شنو نسمع اكابيلا تبعك شويه بركه زاز شويه الليل زاهين بالقمر ونجوما وانا زاهي شيخ بابا سلوما الله الله يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس والله يعز عليا بابا الاسمر بحذرته مرسومة برافو هيا كل كل تصفيق تصفيق محمد تصفيق عاد باش نمشي معاك انت محمد تفرجتوا في المسلسلات وفي الدراما بيان سيغ باش نقول لك دنيا اخرى في دنيا اخرى سيت كوم اللي على الحوار التونسي لشكون تقول برافو زاز بس الحمراوي محمد نفس الشيء نفس الشيء بسام الحمراوي بسام الحمراوي باهي لشكون توجه له عتاب في السيت كوم هذه عتاب يعني مش حاجة قاسية عتاب هو تعرف بروحه ميغال ولوغ خلينا ميغال عتاب لا لا اسمعني هو قال عندك حاجة أخرى راهو لوم شديد راهو فما لوم شديد لا ما نجمش نلوم اللي أنا خاطر تفرجت فيه ثلاث دقائق هو زيدين اللوم بعد قولش مثلا عتاب أنا لو نقدم عتاب الكريم الغربي علاش؟ لأنه خل بلاص تهريس أو أول حاجة الساعة ما كاروش يدخل في البراد الثالث إيش معناتها؟ هو النسخة الثالثة مسمس كان ينجم يعمل حاجة أخرى كريمو لأنه فقد لكن تفرجوا راهو الناس إي تفرجوا ديما نحكيو محمد الجمهور أم محمد يحكي بين الفنان مش محمد بعين الفنان مش مشاهد يعني بسيط. أنت تقول كريم الغربي وحتى بسام الحمراء اي لا بسام مانع انا تو حتى من خلال لا بسام مانع بالحق من خلال بناتي انا كريم ولا يبيه سافا ما رجل انا راه سافا كريم لا احنا نقول ضحك يضحكني يقتلني بالضحك لا تو ما تخلاش وساعات نحسه يرتجل اي تحسه الفازا يدخل يعمل لك التخميره نتاعو محلاها ولكن نقدم لوم شديد انت فنان اكيد نقدم لوم شديد لميغالو انا لوم شديد لميغالو علاش؟ لانه هو نجح ساحق في فن التقليد
وصل الجوز حتى جلون جلاسي وما ادراك علاش ما قعدتش غير سنوات علاش ما تقعدش في التيران هذيك وعلاش قلت جاوز جلون جلاسي والله يعمل مسرحيه دغيا غمور لا خلينا نكونوا واقعيين يا عبد الرزاق مو تعرف طيبتكم وعلاقتكم بالزمن الجعشيري خاطر جلول يمثل لك اي ما جلول سمحني هرب هرب بالمناطق افضل حقه. افضل هو افضل برس سنوات وعمل لك اربع او خمسه شخصيات في موزايك يوميا الفول فير تم حاجه ما وصلش في التير هذاك جلول دريبه جلول الخاطر ما عادش في جلول عبد الوهاب ورقيبه غادي كيتعدى ماكيناتنا انا للامانه نفضل ميغالو على جلول هي علاش قلت لوم شديد في الدور نتاعو لانه استسهل التمثيل التمثيل لانه الممثلين اللي نجحوا بداوا على على اللوحه اللي هي الركح اللي هو المسرح كمدرسه اولى ثم درجوا على الكاميرا بشوي بشويه ثم مش سهل راهو باش واحد هو استسهل كيف ربي اعطاه لانه سامحني نفسر لك التقليد هي ما هو بيعطيها ربي فقط تخلق عند العابد يلقى روحه يقلد الناس الكل انما التمثيل يتسقل بالتجربه تنطلق من المسرح ويوجهك مخرج ويوجهك وفما عين برانيه تراك هذا الكل ما مشالوش هو ثقته ونجاحه في التقليد سامحني كريم هو سامحني سامحني اللي تقول فيه انت كريم اول ما عمل دنيا اخرى كريم. دقيقه كريم الغربي كي عمل دنيا اخرى ما عندوش تجارب لا مسرحيه ولا سينمائيه ونجح مسرح كريم قاري مسرح استاذ مسرح ما عملش انت قلت يجب يكون مثل قبل مثل قبل في مسلسل اي حاجه بسيطه عنده تجارب اما كما مكون اكاديمي نعطيك مثل اخر باهي صلحتولي معلوم نعطيك برشا ممثلات بنات اول مره ظهروا في التلفزه ونجحوا في التمثيل معناتها زاد التمثيل راهو ينجم واحد يطرش مش كلهم قاري تمثيل راهو في التمثيل الموهبه حاجه هو موهوب في التقليد مش في التمثيل لا ميغال الدور كان مركب هو دور كان بسيط هو رده مركب ممكن هنا هو حكى لي طلع وحكى لي وقال انا راني ما عجبنيش انا هو في حد ذاته ما عجبوش اعتقد كما قال معز اداره الممثل هي اللي كانت غايبه ذنب هو في المخرج اللي ما عطاهش هو ممثل راه متميز راه باش نقول لك حاجه بربي لا لا مقلد ونعتبره عنده وين منشور قد يعمل فيها عنده موهبه ممثل انا نحكي كمخرج مسرحي بالحق وسيم عنده مواهب عنده الكاباسيتي نتاع انه يكون ممثل قلت مخرج واحد مثلا حاول تو ذكرتك ميسير عارف المشكل وين المشكل انه تنجم راه الديريكسيون تكون غالطه نتاع فهمتني وهو تناول الشخصيه بطريقه تركيبيه معقده فهمتني خلت له خارج على الريجيستر اللي يخدموا فيه اصحابه فهمتني هو من النطق المتميزه اللي عند كريم واللي عند حمراء وغيره فهمتني لكن ديما نرجع نقولوا راه وسيم ممثل باهي يخطئ راه السؤال الخطير هو هل دور سامحوني هذه هو اقر بها فاشل بتلك الدرجه انه ما عجبش الناس وانه الناس معناتها راوها ماست في الدور ذاك بين ظفرين سؤال ميغالو يتذر من هذه ام لا هذا السؤال انتم ممثلين يا هل ترى العين متاع المشاهد توا بعد ما تراه من بعد كيفاش باش تكون لانه الدور ما كانش نصف فشل كان فشل كامل هو هذا باقراره هو باقراره لكن ليه هذا ما هو عنده انت كمخرج عنده ليه هو توا عنده عرض قاعد يدور به فهمتني ما معناها ينجم يضره شويه صحيح ينجم يضره علاش خاطر شفت كي تتفرج على المستوى المورالي كي تتفرج في نعيمه وكي تتفرج في كريم بعد كي تمشي الميغالو راه يخرج بك جمله على المسلسل ينسيك في دنيا اخرى لا يخليني نزابي تدخل عليك كانه تخلى بك مسلسل اخر بالضبط عملت انا كاعلامي زابيد برشا مرات نعرف اما هو الخطوه اللي عملها الخطوه اللي عملها خرجك من الريجيستر نتاع المسلسل خرجك من الريجيستر خرجك من بعد نرجع حتى يتعدى هو الخطوه اللي عملها من زينه برشا برشا ونقول له شابو اللي طلع وحكي على الدار وحكي على فشله في الدور وتحمل مسؤوليته اعتراف من الثقه بالنفس الفنان باهي اعتراف معقول جدا باهي نمشي ولا شورب زازا لشكون تقول برافو دليلة مفتاحي العبد اللي دليلة المفتاحي ولا عبد اللي دليلة مفتاحي امرأة روعة في دورها يا خويا انا خدمت معاها علاش هي المرأة دي شنو علاش هي خدمت معاها خدمت معاها انت عملتي لي كليب علاش هي الكليب شفته اي شفته صدقني على قد ما هم ماخذينها والسنة ذيك اللي هي تبكي فيها
على قد مجمع اللي ورا الكاميرا الكل نحنا تبكي يعني بصفة تلقائية طريقة غير عادية مرأة بروفيسيونيل تدخل تقعد كده ربع ساعة على ساعة واحدة مركزة أي مش تدخل في خدمة عندها تبيع ممكن تشيل في وقتها مرأة مثقفة مرأة يا 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 بالحق نقول لكم حاجة انبهرت بشخصيتها نقول لكم حاجة ربي يطول في عمرها منى نور الدين اللي هي سيدة الشاشة الآن التونسية أنا نأكد لك خليفتها هي دليل دليل المفتاح ستكون سيدة دليل الشاشة دليل الدور تقريبا في نجوم الليل عبد الرزاق والله والله يعني دور مشابه في نجوم الليل تعبير في الوجه تعبير في النطق في الصوت برافو أنا معاك أي الحمد لله حمد شكون برافو أي برافو الحمد لله شكون برافو كامل فريق مسلسل علي شبر كامل كامل الفريق كامل الكل عجبوك الكاستينج مضروب بالسفود ثم واحد نحس فيه متقلق ويغزر لي من غادي متفاجئ كيفاش محمد العوني يشكر ويعجب جايبني جايبني ويستنى فيا خاطر يعرفني ما نرحمش شكون 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 سمراني اقرب البكر سمراني عندك نص ساعة ما سبيت حتى نبداش نسب انا زاد زازا عتاب لشكون في شو في شو عتاب الفريق الجراجة علاش عتاب فريق الجراجة انا نحبها ياسر الممثلة هذيك والرول اصلا نتاعها عجبني لكن هي ممكن تنرفزت ممكن نحقها ما وصلهاش كامل كل شيء ترى تحكيت في الميديا قبل ما يفل المسلسل بك ذيك أضافة للمسلسل ولا لم تخطط أما أنا 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 حست موجوعة برشا عندها الحق راه فهمني لكن حبيت كمان ليك من خاطر كذا مشروع خدمت فيه أنت يعني مشروع الناس الكل تتلم تتلم موجوعة حسيتها إيه بينا موجوعة سبتو أسمع واحد كتمس في كرامته تتيح قدر يولي راه مش حكيت فلوس تمسني في كرامته اللي فيها تتيح قدر تجعت مرة زازا أوه يا بابا اللي حلفتين حكي لي ما إيه حلفت قعدت في مخك توجعت مثلا انت ما فنانة تونسية وقت اللي حبيت تعدم في برنامج عندي ما غني لك قلت لها ما كنحب نعد كل تعدي وقعدت كنينة هم استدعاوك وقتها هم بعدك هم استدعوا بعدك هم استدعوا اقترحوها وهي قالت زازي لا 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 انت وقت مشيت لعندي ما غني لك كلموك اي ما انا قبل كلموني على راس العام مشينا راس العام تعدي ونس الكل قعد كان انا ما تعديتش ما تعديتش ايه نبكي ونوح حاجه حليله روحت هما الكل ثم شكون ما بقاش ما بدا يسب ويعيط انا لي انا هزيت بيان سور ما نجمش كيفاش نسب ناس هزيت روحي ومشيت قال له العزازه الوحيده هذيك الطفله هذيك الصغيره ما تكلمتش بكيت ومشيت هذه نقفوا معها ثاني كلموني الجمعه اللي بعدها بالضبط في عندي ما غني ايوه انا قلت يا ترى يا فورا يا ربي مش حل في وجهي ويزيني من التعب ويزيني من خاطر كومي نقعدوا ديما راهو الفنان اللي ما طلعش في التلفزه البرشا ما هوش فنان حتى كنت ناقب ناقب راهو الدنيا برا وانت ناقبتها كنت برا يا هو عبد الرزاق يعرف هي معناتها زازا راهو ردوا بالكم راهو يعني هي مش مشهوره تلفزيا انما زازا راهي لدى الاوساط الفنيه ولدى السهرات والاغاني راهي نمبر عامله نمبر معناتها سكسي راهو باش يبدا الناس في بالهم اما قعدنا نستنيو في الفرصه تلفزه كومي تلفزه اي كمل طلعت في التلفزه قلت يا ترى يا فورا عطيت شانتي غنيت لبست على حسابي بالك لبسوني ولا حاجه لبست على حسابي وما طلعت وقتها وكل شيء ما حكيتليش على الفنانه اللي قلت اي الفنانه قبل ما نطلع انا بصفة قبل ما تطلع احكي لي قلت لها ماكرن صح حكي لي قدي شو خص كان نحبش عندي مغني لك قالت لي واه تلبزه زادة يا اخي حبوش الشعب المصري والشيء هذايا راهو الشتيح والرجيح رجعتني انا قلت انا كيكا انا اكيكا اكنات بشوس النهار ونجي نتعدى راه مش نتعدى كيكا مش باش نغير هذيك هي شخصيتي الفنيه انا كيكا هذيك وانت ما تنجح كينا كيكا انا فنيه كيكا انا اصلا ما نجمش عاش ما غنيش اغاني ثقيله خاطر انت نشطح وهذيك مازال تحت رمو تحط دواق ام كلثوم وين انت نشطح ما نحبش غنيهم هذا لونك لونك خاص بيك جوك هكا وجات الفرصه وطلعت عندي ما غني لك ولقيت نتاعو هما اللي يغني في الشعب المصري هما رجع واقفه 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 تاك ما قلت تجعت محمد مره انت تي يا حمام مقحين بالوجايا انا بكلمه برافو هذيك نحب نوجهها لطفي العبدلي برافو والله عرفتش علاش
لانه يتبلنج على المشروع توجي قدامه مشروع يمشي يخدمه طول ما يهموش بقلبه رب بقلبه رب بقلبه رب وما يهموش في النتيجه وما يعرفهاش النتيجه شنو وديما ربي حطه في الطهر ربي حبيب فهمتني وهنا بالنسبه حتى كان سامحني نرجع لميغالو ما عنده علاش يحشم راه ميغالو لانه القمم نتاع الميديا منهم دريد لحام كان ترجع للسي في نتاعو تلقاه نتذكر فما فيلم اسمه لاعب الكوره كان نشوف كيفاش يمثل ما عطاش عاد ميمو ما درك كيف كيف معناتها انا نقول من هنا يا ميغالو راح يتجاوز صلاح يغني في غناء اسمها لقاء ضربوه بالطماطم وطردوه عبد الحليم حافظ وما ادراك ولست وحدك حبيبه غلط في النطق ولكن غلط في النطق كله يتعدى سيسور دونك نرجع لطفي علاش كلمه برافو حتى حس عبد اللي شو تايم اللي عملها وانا تبعتها يأله لك الفنان والمبدع عمره اي ما يهينوش ما يهينش صحيح فهمتني شويه تفدليك ما ضامر ضامر وراجل عنده تجربه في السينما يشتحم لي هو لطفي العبد اللي كان زيد الغناء لما يولي شامل في كل شيء عندك شكون تلوم في في شوربه لا عندك شكون تلوم انا قلت لك انا شويه نقول لطفي العبد اللي وهذا من عناوين توشي خليهم بعض امشي لطفي العبد اللي بالنسبه لي انا علي شورب نتاع الفنانين ولا حلو هو علي شورب الفنانين هو علي شورب الفنانين لانه مرامدي مرامدي اكبر مرامدي سب وبدلو يرجع لك يطلع لك جديد الفوق يطلع لك قهوه نجحت ومشيت فنان اخر تقول له باب جديد الفوق بعض باب نار تو كل صبراني بيزعج منه شوف اسمعني عندك أنا زيت قدرته برشا اللي بالشراسة دافع على دوره وعلى خدمة الكيمة على المسلسل كامل واللي يقرب كيف كلبة على أولاده اللي يقرب من المسلسل يقرب بطريقة غير موضوعية وغير نقدية أنا نحب نعرف أنا نحب الفنانة كيكا وهنا نحب نعرج على حاجة قبيلة ما حبيش ندخل لأنه بالنسبة أراه الفيسبوك موش مصدر معلومة ثقة ومصدر معلومة دونك الخبر اللي خرج نتاع واحد قتل درشنوة وقال له شورب راهو تنجم تكون داخلة في الترهات نتاع النميمة نتاع الكذب نتاع الإشاعات لا ما فماش لأنه فما ميكانيزم نتاع منافسات رئيس المحكمة الابتدائية في قرنبالي أعطى تصريح اليوم وقال اللي سيفري الجريمة صارت لكن ما نجموش نأكدوا بين زوز فقط صارت هل الولد الصغير تأثر بشورب ولا لا ما نجموش قد أكدوا هذه أقوال الأولياء اللي في الحومة قالوا الكلام ذا يا جماعة رام الأولياء عندهم دور خلينا نحكي أمانك أمانك كيفاش أنت تقول لي ولدك 12 سنة وقت امتحانات التسعة متاع اللي شرج في التلفزة تعشى قد أموره وش يقرأ على روحه شو من المسلسل تفرج فيه معايا خلينا شوية واقفين على أولادنا خلينا شوي واقفين على واضح كمل البروجرام ما عادش وقت مازالوا دقيقتين احنا وقفنا في نهار 5 جوان مع لمسه الشعريه نهار 6 جوان عندنا عرض مع مريم الشرف هذه فنانه متميزه عندها اغاني تكتب وحدها وتلحن وحدها وعندها فرقه من افضل ما فما من العازفين العرض نتاعها عنوانه كيف الدنيا نهار 7 جوان عندنا سهريه السلام مع افضل ما موجود توا في تونس من جماعه السلام من شباب السلام نهار 8 عندنا مع جامرا باند كان تعرفوه ديجا جابهم لطفي العبد اللي فهمتني ومتميزين نهار 9 جوان عندنا مع لبنى نعمان لبنى لبنى عرضها متميز ومن افضل من الفنانين الموجودين اي انا ومن عندك فكره العديد من الفنانين ما حبيش خاصك جي انا وعبد الرزاق من افضل ما فما سينون خليوها في الدوره الرابعه سي عبد الرزاق في الدوره الرابعه مع الكاشي سيدي بلاش مال بجو بلاش لا لا ما تمشيش بلاش لا يخليكم نعطيكم يعطيكم الصحه وبركه اما البرمجه حلوه برشا برافو برمجه ممتازه حلوه برشا برجع اي ايش عندك زازا في الايامات الجايه؟ الايامات الجايه عندنا كان عشنا كليب جديد نحضروا فيه تو باش ندخلوا نصوروا عندي غنية من عند منير الجزائري كلمته أحلى منير الجزائري جزائري غنية وتوزيع سامي معتوقي اللي عندهم دايدة وراجعين أنا وياه كان عشنا بحاجة مزيانة برشا غنية دي عندها تو 8 شهور حاضرة ما خرجتش انا عندي زوج ولا ثلاثه حاضرين اما هذه خرج قبل وليت تخرج بالكعبه لا انا تشوف عندك حق انا رد بالك انا في عام خرج 4 كليبات اي ليه شفت نعرف ان شاء الله العام هذا نزيدوا ما خرجوا ما اكثر
لدي نصور ونخدم مادام جمهوري عنده علي حق اني نخرج له برودويات. واضح واضح. زازا شكرا ليك. يعيشكم يعيشكم. محمد العوني ايضا معز عبد الجليل. قبل ما ننسى قبل ما ننسى ديما حره ديما حره. بالله سي عبد الرزاق عندي عمل مسرحي بسرعه كل مره نلتقى استضافتي ننسى روحي. عندي عمل مسرحي اسمه الدنيا مع الواقف بطوله ناجي المرواني ورفيق العلوي وهي على ذمه كافه المهرجان السلفيه ان شاء الله باش نضلوا بها. ربي يسهلك ان شاء الله. ربي يسهلك. ديما حره زازا. كابا فان الكلمه ليك.